بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. النهارده حلقتنا زي ما تعودنا هتبقى نصفين، النصف الاول مجموعه من الاخبار، والحقيقه عندنا اخبار كتيره، يعني هنحط حضراتكم في اخر تطورات طبعا بالنسبه للالعاب الاخرى داخل النادي الاهلي. النص الثاني من حلقتنا هيكون معانا بطل كبير. الحقيقه انتوا عارفين طبعا انه في العاب ليها تاريخ اولمبي كبير جدا مع او في الحركه الاولمبيه المصريه على مدار التاريخ، يعني في العاب كتيره يعني زي رفع الاثقال، زي المصارعه، زي الخماسي دلوقتي دخل في الالعاب اللي بتحقق ميداليات لمصر اولمبيه. فالمصارعه الروماني بالاخص دايما بيبقى ليها رونق وبريق بالنسبه للمتابع او المشاهد المصري. النهارده عندنا المصارعه يعني بعد اجيال كتيره كانت موجوده واختفت وجابت لنا ميداليات ودخلوا منصات تتويج عالميه، كنا محتاجين حد يخش او حد تاني يقول انا موجود بالنسبه لمصر. النهارده ضيفنا في النصف الثاني من حلقتنا هو عبد اللطيف منيع، لاعب المصارعه الروماني الوزن تحت 130 كيلو جرام. استطاع ان هو في شهر سبتمبر الماضي تقريبا على ما اتذكر، يمكن 22 سبتمبر، يعني اعذروني لو يعني لو يوم بلس او يوم ماينس، يعني استطاع انه ياخد ثالث العالم. بطوله العالم اتلعبت في صربيا، اخد الميداليه البرونزيه بعد غياب طويل. الحقيقه بناء على الميداليه المركز الثالث في الميداليه بطوله العالم تاهل مباشره كاول لاعب في المصارعه يتاهل لباريس 2024، وبالميداليه دي هو بيقول انا موجود واستطيع ان انا اجيب ميداليه لمصر. هيكون معانا في النصف الثاني من حلقتنا ابن مدينه ديكرنس في الدقهليه ولاعب نادي طلائع الجيش المصري، وكمان مش كده بس، وكمان لاعب منتخب مصر واللي في فتره وجيزه في وزن صعب، وزن ال 130 كيلو جرام وزن صعب، وزن من الاوزان اللي بيبقى فيه دول معينه وجينات معينه لعيبه معينه بتسيطر عليه. هيكون معانا النهارده، هنتكلم معاه عن طموحاته واماله، لعله يعني في يوم من الايام نحتفل معاه في نفس الاستوديو بميداليه اولمبيه، وده هدفنا الكبير. وزي ما قلت لحضراتكم مش دايما، يعني المصارعه مش لعبه في النادي الاهلي، ولكن دايما احنا واقفين ورا ابطالنا، ابطال مصر، سواء كانوا بيلعبوا في النادي الاهلي او ما بيلعبوش، لان الهدف الاسمى هو مصر. وميداليه اولمبيه هي اعلى يعني وسام ممكن يتقلده اي لاعب. لو حضراتكم بتشوفوا وبتتابعوا مثلا لعيبه امريكا في كره السله، ما بيروحوش كاس العالم لكره السله، ما بيروحوش، بيعزفوا بيعتذروا، ولكن في الاولمبياد تلاقي منافسه وتنافس ما بينهم بعض مين يحجز مكانه في ال 12 لعيب اللي هيلعبوا اولمبياد. الاولمبياد هي اكبر شرف لاي لاعب انه يحصل على ميداليه اولمبيه. ان شاء الله عبد اللطيف منيع هيكون معانا، هنتكلم معاه في كل شيء، هنتكلم ازاي بدا مشواره وصولا الى ثالث العالم وتاهله لباريس، ومشواره لباريس هيكون ازاي ان شاء الله. نروح لاخبارنا في النصف الاول من حلقتنا. اول خبر هيكون عن كره اليد. طبعا حضراتكم عارفين ان فريق كره اليد السنه دي عنده 7 بطولات، يمكن نجح انه يلعب بطوله وديه كانت في البوسنه، والحمد لله خدنا تاني وصلنا فاينل ولعبنا برشلونه وخسرنا بشرف منه، وبعد كده لعبنا بطوله افريقيا الابطال وحصلنا عليها بدون ولا هزيمه. رجعنا نستأنف تاني بطولة العمومي وماشيين بشكل كويس. لعبنا الجولة التاسعة مع نادي الجزيرة واستطاع النادي الأهلي أنه يفوز 31-21 بقيادة، طبعا المباراة كانت في المركز الأولمبي في المعادي زي ما حضراتكم شايفين الصور. المباراة طبعا قادها المدير الفني مستر ديفيد ديفيدز كالعادة وكابتن إبراهيم المساعد، ويعني كان في تركيز عالي، وانتهت طبعا الشوط الأول كان انتهى 16-9 بعد ان تنتهي المباراه بنتيجه 31-21. فريقنا كده بيتصدر الترتيب العام برصيد 27 نقطه من فوز متتالي، 9 مباريات في 3 نقاط ب 27 نقطه. المباراه اللي جايه ان شاء الله هتكون مباراه مع البنك الاهلي، البنك الاهلي وصيف الترتيب العام ونادي قوي جدا وعامل مباريات جيده. هتكون الساعه 6 يوم الثلاثاء اللي جاي ان شاء الله، مهم جدا الفوز عشان تاكد صدارتك. الجميل هنا ان المباريات دي كلها ان شاء الله هيكون ليها يعني مردود كويس في يعني حفاظك او ان انت تمشي على المركز الاول عشان تنتهي في ترتيبك ترتيب جيد باذن الله. طبعا السنه اللي فاتت يعني طبعا اكيد مش محتاج يعني افكر حضراتكم، احنا بطل الدوري والكاس، وان شاء الله احنا بادئين الموسم اهو ببطوله غاليه، بطوله افريقيا للابطال. عندنا في شهر 11 نوفمبر القادم من 7 ل 12 نوفمبر باذن الله عندنا بطوله العالم للانديه طبعا اللي هتتعمل للسنه الثانيه في الدمام، مدينه الدمام في المملكه العربيه السعوديه.
مهم جدا ان احنا نروح نأدي اداء كويس في البطوله دي، وكل الماتشات اللي حضراتكم شايفينها دي استعداد لهذه البطوله. السنه اللي فاتت خدنا رابع في هذه البطوله، ان شاء الله السنه دي نحقق مركز افضل من ذلك. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين النادي الاهلي هو النادي الوحيد في العالم اللي ثلاث فرق جماعيه من عنده النهارده بتلعب بطولات عالم. السله ولعبت الانتر كونتيننتال في سنغافوره وحضراتكم شفتوها وحصلنا على المركز الرابع. كره اليد اهي في شهر نوفمبر هتلعب بطوله العالم، وطبعا مش محتاج اتكلم عن كره القدم اللي هتلعب السنه دي ان شاء الله بطوله العالم كمان. يعني النهارده النادي الاهلي هو النادي الوحيد في العالم اللي بيلعب ثلاث بطولات عالم في نفس الموسم، وده مش غريب عن النادي الاهلي اللي عمره ما بيقبل غير بالنصر وعمره ما بيقبل غير بالمركز الاول. هنروح لكره اليد سيدات بعد ما عادوا من بطوله افريقيا، واصرار النادي الاهلي واصرار مجلس ادارته بقياده الكابتن محمود الخطيب ان فريق السيدات يكون ليه تواجد وتواجد قوي في افريقيا. اللاعبات شاركنا في بطوله افريقيا ابطال الكؤوس اللي فاتت، والنهارده النادي الاهلي خلاهم يشاركوا في بطوله ابطال الدوري بعد غياب طويل، وعملوا مباريات قويه جدا مع انجولا. فرق انجولا النهارده بنقرب، بس خليني قبل ما اقول الخبر، انت عشان تقدر تكسب فرق انجولا اللي بقالها سنين طويله بتلعب في بطولات افريقيا سواء منتخبات او انديه لازم تحتك معاهم. كره اليد نجاحها مبني على الاحتكاك، وده المبدا اللي رسخه الدكتور حسن مصطفى منذ ان كان رئيس الاتحاد المصري لكره اليد في التسعينات، ومن هنا بدات الطفره. على قدر احتكاكك على قدر النتائج اللي هتحققها. فالنهارده النادي الاهلي بيخلي لعيبته فريق كره اليد للسيدات بيحتك مع فرق قويه. مباريتين كانوا مع انجولا وعملنا مباراه كويسه جدا، خدنا رابع، ولكن النهارده انت بتخسر فرق هدف او اتنين من انجولا، وده ما كانش بيحصل قبل كده، ما كانش بيحصل قبل كده. فالنهارده انت بتقرب، منتخب مصر النهارده كسب مباراه وديه مع انجولا وخسر مباراه، فانت رايح وبتقرب. فالنادي الاهلي واقف ورا فرقته، رجعوا من بطوله افريقيا بعد ان حصدنا المركز الرابع ودخلوا على بطوله العمومي. فاول مباراه كانت طبعا يعني اول لقاء ليهم البنك الاهلي، وزي ما قلت لحضراتكم البنك الاهلي برضه عامل فرقه سيدات فرقه محترمه جدا جدا. والمباراه طبعا الفريق بيقوده كابتن محمد عادل زولا، طبعا اكيد حضراتكم عارفين، اكيد عرفتوا وحفظتوا طبعا الاجهزه الفنيه بالكامل في النادي الاهلي. والمباراه هتكون الجمعه اللي جايه ان شاء الله مع نادي البنك الاهلي. الفرقه طبعا يعني في حاله جيده الحمد لله، يعني ما فيش اصابات، ويعني ما عندناش طبعا بطوله عالم، لانه البطوله العالم هتعمل في مش زي الرجال، هيلعب بارتس الرجال، وبرده نفس الفريق ده حصد البطولتين السنه في الدوري وكاس. النهارده محتاجين ثبات المستوى. كابتن محمد عادل زولا طبعا عينه على البطولات المحليه. كانت الفرقه دي قبل بطوله افريقيا لعبت مباريات في بطوله القاهره، وبعد كده لعبت بطوله افريقيا، رجعت بعد كده كملت اهو هتبتدي البطوله العمومي. فاذا جدولهم مختلف شويه عن الرجال، لان الرجال اجندتهم اكبر شويه واجندتهم فيها مباريات اكتر. ان شاء الله نتمنى التوفيق للفريق، وان شاء الله يعملوا موسم كويس زي الموسم اللي فات. فرع كره اليد تم وضعه على الطريق الصحيح من 3-4 سنين، ده نتيجه جهد وعرق وشغل. مش محتاج اقول لحضراتكم انه يعني كابتن محمود الخطيب ومجلس اداره بالكامل ومعالي الوزير عامل الفاروق نائب الرئيس والمجلس بالكامل مهتم قد ايه بالالعاب الاخرى، و يعني اشتغل بشكل كبير على كره اليد. مدير النشاط الرياضي كابتن خالد العوضي زميلي العزيز برضه يعني من اسر كره اليد، وعارف كمان كل يعني ما يحتاجه هذا القطاع. فالحمد لله الدنيا ماشيه كويس، يعني نمسك الخشب ربنا يكرمهم ويكملوا سواء على قطاع البطوله او على الناشئين والناشئات والبراعم. كل ده الحقيقه يعني بيشتغل بشكل جيد. النادي الاهلي اختار الطريق الصعب منذ 3-4 سنوات، وهو بناء فريق صغير السن يتسيد البطولات 10 سنين، والنهارده احنا بنجني الثمار ده في الوقت اللي كان برضه واحنا بنبني الفريق ده في النادي الاهلي كنا مطالبين في النادي باخذ البطولات، لان جمهور النادي الاهلي دايما ما بيقبلش غير بالمركز الاول. ونجح الفريق برضه وهو بيتبني في المرحله السابقه انه ياخد بطولات وان هو يزيد من رصيده في عدد البطولات. النهارده ان شاء الله يعني الجمهور بيطالب زي ما بيقولوا الفوز بكل البطولات. انا دايما يعني بحاول اختار يعني انتقي الالفاظ بشكل جيد. النادي الاهلي بيدور على الفوز بس، بصش لاي حد، ولكن النهارده جمهور النادي الاهلي شايف الفرقه دي تستحق ان هي تحصد كل البطولات سواء افريقيا افريقيه او محليه. ان شاء الله الفريق ده يعمل شغل كويس سواء رجال او سيدات. طيب خبر تاني هنروح يمكن اعلن عنه عن موقع النادي الاهلي او المواقع او القنوات الرسميه للنادي الاهلي، وهو اجتماع مستر اجوستي بوش بعد ما رجع مدير فني كره السله رجال، بعد ما رجع من سنغافوره، بعد ما رجع من الدوحه البطوله العربيه، اجتمع مع كابتن محمود الخطيب، وطبعا دار الحوار يعني عن الفرقه ومناقشه مشاركات الفريق في البطولتين اللي فاتوا، وطبعا
اترتب طبعا عليها، والعمل يعني البطولات دي اللي اترتب عليها، دي صوره طبعا من اللقاء، البطولات دي اترتب عليها وضروره استعاده المستوى الفني الرائع والمعروف عن فريق كره السله وتحقيق الاهداف المطلوبه. الاجتماع شهد كمان الكلام عن الامور الفنيه والاداريه اللي تخص الفريق، واكد كابتن محمود الخطيب على استمرار الدعم الكامل للعيبه والجهاز الفني، وده وفقا لطموحات النادي وجمهوره على كل الاصعده سواء محليه وقاريه واقليميه. فريقنا طبعا بتستعد لماتش السوبر اللي جاي اللي هيكون في البحرين مع نادي الزمالك، واللي هيكون الجمعه القادم ان شاء الله، وفي كلام انه ممكن يغيروا ميعاده عشان ما يتعارضش مع مباراه كره القدم. وفي فعلا خطاب طلع من الاتحاد المصري لكره السله للاتحاد البحريني يعني اللي بيستضيف هذه المباراه، انه يحاولوا ياجلوا المباراه بدل ما تكون الساعه 6 تكون الساعه 8 عشان ما تعارضش مع مباراه كره القدم. ولكن ان شاء الله يعني رد الماتش الساعه 7 انا اسف عشان ما يبقاش في تعارض. يعني المحاولات دي هنشوفها هتثمر عن ايه، ولكن طبعا اكيد الناس هتبقى عايزه يعني تتابع، او جماهير النادي الاهلي عايزه تتابع المباراتين. خلينا اتكلم معاكم فنيا شويه. يمكن فريق كره السله انا شايف انه ما عندوش مشكله، يعني المشكله الوحيده هو عدم ثبات المستوى. هنلاقي في اوقات او في مباريات الفريق بيقدم مستويات عاليه جدا، زي مباراه امريكا اجنايتر اللي فزنا عليه في يعني اول مباراه لعبناها في بطوله العالم، وبتلاقي بعد كده مباراه بعديها بيهتز المستوى جامد. مش كده بس، انت عندك اهتزاز المستوى في المباراه الواحده، مش بس مباريات، لا انت ممكن مباراه واحده تلاقي فيه اهتزاز مستوى. يعني المباراه قبل النهائي اللي كانت مع السله المغربي، انت في الكوارتر الثاني طلعت 17 بونت فرق، وجيت في التات والرابع حصل هبوط جامد جدا في المستوى. الفريق مشكلته بس هو عدم ثبات المستوى، والحقيقه ده ليه اسباب كتير جدا، واكيد مستر اجوستي بوش يعني راجل بهذه الخبره اكيد هيحلل ده مع جهازه الفني كابتن احمد الجرحي وكابتن دياسطي والمجموعه كابتن طارق الغنام والمجموعه كلها اللي موجوده، اكيد هيحلل ده. من وجهه نظري الفنيه ده ليه عده اسباب، اشهرها على الاطلاق من وجهه نظري انا الاجهاد. الاجهاد بيسبب عدم ثبات المستوى. طب هتقول لي ازاي يا كابتن؟ طب ما هم اللعيب بينزل يلعب. اولا انا عايز بس افهمكم حاجه، الاجهاد مش لازم يكون اجهاد بدني خالص، ممكن يكون اجهاد عصبي وبيأثر بشكل مباشر على الناحيه البدنيه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت ممكن تبقى ساعات واحد يقول لك انا اكزوستد جدا، او يعني تعبان جدا، مش عارف انا مالي، انا ادائي مش مظبوط. هنا اللعيب ده محتاج يفصل. طيب هتقول لي يا كابتن طب ايه دليلك؟ انا ليا دليل. دليلي هو منتخب مصر. النهارده الفرقه لما كانت خلصت بطوله الدوري او السوبر بمشواره الطويل مع الفريق، يعني النهارده عندك ايهاب امين، عمر طارق، عمرو الجندي، عمرو زهران، كريم حاتم، انا بجيب لكم الاسامي اللي كانت، سيف سمير، ما هو سيف كان في المنتخب، عبد الله ناصر، كل دول كانوا في المنتخب، اللي كملوا في الاخر كانوا سته او خمسه. ولكن النهارده انت بتتكلم عن اللي في المعسكر برضو، ما هو نابوا من حب جانب، يعني قاعد معسكر. فالنهارده اللعيبه وجهه نظري المتواضعه، اللي انا شايف ان دي السبب الاهم، انت النهارده ما فصلتش، خلصت دوري سوبر، دخلت على استعداد كاس العالم، وكل مرحله انت مضغوط عايز تجيب اخرك. يعني مستر روي رانا في مدير فني الكندي في منتخب مصر عايز احسن نتيجه، فدايس على اللعيبه برضو في بطوله الدوري والسوبر وكاس مصر والبطولات دي كلها، برضو انت لعيب عايز تدي تجيب اخرك، يعني ما انتش داخل بطوله، انت قدرك بتلعب في النادي الاهلي. في لعيبه في المنتخب خرجوا من بطوله السوبر بدري، فعندهم كان شهر او شهر ونص راح، انما انت النهارده عشان قدرك بتلعب في النادي الاهلي، فانت، وعلى فكره ده قدر كل الالعاب، كره القدم واليد وكله كله والطايره، فانت النهارده مطلوب منك تدي فول باور مع المنتخب، فول باور بطوله العالم الانديه، فول باور بطوله العربيه، فول باور. لا لا لا، مش لعيب هيستحمل كده، حتى لو استحمله بدنيا فانت عصبيا ونفسيا ده جهاز يعني عصبي ونفسي، بتبقى اجهدت، بتلاقي ادائك مختلف، يعني تلاقي نفسك انت كويس، ما عنديش اصابه، انا نايم كويس وصاحي كويس، بس لازم تفصل. ما كانش يخلي لعيبه كبار جدا لعيبه كره قدم في اوروبا شهر يروح يقعد على البحر ما بين المواسم، لازم افصل. النهارده لوكا اللعيب الصربي ما لعبش مع منتخب بلاده كاس عالم، قال لك لا 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 انا لازم افصل. فانا رايي المتواضع ان لازم اللعيبه ترتاح، لازم تقول للعيب. كان زمان الدكتور عادل صبري الله يرحمه كان المدير الفني لمنتخب مصر ونادي الجزيره، وده راجل كان يعني كبير جدا، كان يعني علامه، كان مثلا ينادي لي في المنتخب يقول لي تعالى يا هيثم روح، اقول له يا دكتور انا ما اشتكيتش. كان هو عنده احساس عالي جدا باللعيب، وده عمل انجازات كبيره دكتور عادل صبري، يعني نخش ونقرا نشوف عمل ايه. كان يقول لي لا روح روح، ما تجيش، ما تبص، ما تشوفش الكره 10 ايام،
يا دكتور انا كويس انا ما اشتكيتش. هيثم روح. ليه؟ لانه هو شاف حس ان اللعيب اداؤه مش مظبوط. بترجع بعد العشر ايام دول بتاكل الارض. فالنهارده اللعيبه مجهده، اللعيبه لازم تريح. النهارده المرتبط انا وجهه نظري ان شاء الله تلعب بال 20 سنه، انا وجهه نظري يعني، واكيد مستر اجوستي بوش شايف ده ورصده وعارفه وحاسس بيه، لان انت يعني اللعيبه جايبه اخرها وانت عندك الحمد لله اقوى اقوى نادي في مصر، فلازم اللعيبه تفصل تاخدها بعيد خالص عشان تنزل الكيرف بنفسك عشان وقت الماتشات تعليه. ده وجهه نظري المتواضعه ان الفرقه هي هي والاداء هو هو، بس محتاجين يريحوا اكيد مستر اجوستي بوش. وعلى فكره انا برضو كواليس عايز اقولها لكم ان النقاش دار كمان عن امور تخص الناشئين، بمعنى انه مستر اجوستي بوش من مدرسته عدم الاستعانه بلعيبه او شراء لعيبه الا لما تكون هتعمل فرق. فالنهارده قطاع الناشئين ليه طلبات وليه متطلبات، ومستر اجوستي بوش انا عرفت انه في الاجتماع عرض على كابتن محمود الخطيب، وبالطبع طبعا النادي بيوفر لاي مسؤول في النادي كل سبل النجاح. الحاجه الثانيه ممكن يكون دار شويه كلام عن المحترفين والاستعانه بيهم وكيفيه اختيارهم، كل ده ممكن يكون اتطرقوا ليه في الاجتماع، ولكن الهدف من النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب مجلس ادارته مركز كويس جدا مع الفرق. اي فرقه بيحس ان فيه اهتزاز بيقعد ايه الدنيا الوضع في النادي الاهلي مركز كويس جدا، فالناس تطمن والجمهور يطمن ان اي حاجه محتاجه تدخل وتصحيح مسار في ثانيه بتحصل في النادي الاهلي. ما بنستناش في النادي الاهلي ان الموضوع يغمق شويه او يزيد عشان يبتدي فيه اصلاح. والحقيقه دي حاجه لازم يتشكر عليها مجلس اداره النادي الاهلي الحقيقه، انه ما بيفرقش ما بين كره القدم وكل الالعاب، وهو ده النادي الاهلي. هنروح لكره السله سيدات، بيلعبوا دوري المرتبط، دوري المرتبط، فبيتلعب دورتين مجمعتين على فكره. كره السله نفس البطولات بنفس شكل المسابقات ما اتغيرش بقاله سنين، بنبتدي بدوري المرتبط بناخد 8 فرق منهم نطلع بيهم دوري السوبر، نلعب رايح جاي نترتب من واحد للثامن نلعب بلاي اوف. بس نصيحه يعني للجنه المسابقات في اتحاد السله، لازم نظره لتغيير شكل المسابقه، لازم نظره لتغيير شكل المسابقه، لان البلاي اوف مش دايما هو اللي هيفيدك. بس خلينا واحده واحده، انا اسف بس هتطرق لحاجه ثانيه عشان اتكلم على الدورتين المجمعتين بتوع المرتبط بتوع السيدات، عشان هم سابقنا بخطوه عشان ما كانش عندهم بطوله عربيه. النهارده تصفيات كاس العالم اللي دايما انت بتعمل ادابت لنفسك او بتعدل نفسك او نظام مسابقاتك على نظام افريقيا. النهارده افريقيا كان زمان بتتلعب بطوله افريقيا ويتاهل منها، النهارده ما بتعملش كده، بتعمل ويندوز، بيبقى اربع فرق بيتجمعوا ببلد يلعبوا ثلاث ماتشات ورا بعض، روح نتجمع بعد ثلاث شهور ويندو ثانيه نلعب ثلاث مباريات روح. النهارده بقى شكل دوره مجمعه من ثلاث مباريات او اربعه ورا بعض. فالنهارده البلاي اوف ممكن ما يكونش بيناسبك. اللي يناسبك تعمل دوره مجمعه، ترجع للنظام القديم. اه ايه المشكله؟ النظام القديم اللي كان دوره مجمعه نعمل، يقول لك دوره مجمعه في اسكندريه، دوره مجمعه في اسيوط، دوره مجمعه في اسوان، ولفينا مصر كلها. كنا بنعمل دورات مجمعه في اسيوط واسوان والمنيا، كان كل سنه بيتغير دوره مجمعه، بتروح تلعب ثلاث اربع مباريات، نفس السيستم اللي هتقابله في افريقيا. لعيبتك بيتمرنوا في مصر ان بيلعبوا ثلاث مباريات جامدين ورا بعض، وده اللي بيحصل. فالنهارده لازم نظره لتغيير نظام المسابقات في مصر، مش لازم نفشل عشان بعد كده نبص. النهارده كره اليد، كره الطائره، ابطال افريقيا، متاهلين اولمبياد، ليه؟ في شغل. في سنه اتغير نظام شكل المسابقه، كان الاهلي والزمالك بيلعبوا بعض مباراتين في السنه، مباراه في الدور الاول ومباراه في الدور الثاني ودمتم. ولو في مباراه في كاس مصر يبقى شكرا، يعني كده يعني الموضوع زاد وغطى. النهارده الاهلي والزمالك بيلعبوا بعض 10 مرات و9 مرات و8 مرات في الموسم. النهارده بتلعب بتروجيت ممكن اربع خمس مرات. فالنهارده لما شكل المسابقه اختلف، فريق الطايره بقى في حته تانية مع جهاز فني كويس في المنتخب. فالنهارده كره السله محتاجه نظره في جدول المباريات. طبعا مباراه البحرين اللي جايه بتاعت الرجال اللي هي السوبر ده كويس، انت النهارده بتفكر انت تعلي قيمه الدوري بتاعك تسويقيا، ومباراه اهلي وزمالك وما ادراكم ما جمهور النادي الاهلي في الخليج. فالنهارده انت بتعلي قيمه التسويقيه تمام، تعظيم سلام، ولكن شكل المسابقه لازم يتغير. فالمرتبط بتاع السيدات بيبتدي والرجال كده، هتلعب ست مباريات دوره مجمعه من اربع فرق، هم 16 فريق بيتقسموا اربع مجموعات، كل مجموعه من دول بتعمل دورتين مجمعتين رايح وجاي. مجموعه الاهلي كانت مين؟ الاهلي والاولمبي والطيران ومصر التامين. لعبنا اول دوره مجمعه فزنا بالثلاث مباريات. الدوره المجمعه الثانيه اللي خلصت امبارح فزنا بالثلاث مباريات، فاذا احنا كده بنتصدر المجموعه اللي احنا بنلعبها. وكان اخر فوز مع مصر للتامين في الدوره المجمعه الثانيه كان 88-43، فمعنى ذلك ان احنا الحمد لله اول مجموعتنا. طب هنعمل ايه؟ هنستنى بقى نشوف الفرق المجاميع الثانيه حصل فيها ايه.
وهنعرف هنلاعب مين في دور ال 16 ذهابا وايابا. ما هو اللي بيحصل ايه؟ بتترتب الفرق كل المجموعات بترتبه، فانت بتلعب في دور ال 16 مع فرقه تطلع تلعب دور الثمانيه رايح جاي الاربعه والدور السيمي فاينل والفاينل بيست اوف 3 او الفاينل، مش عارف بقى هم عاملينها كل سنه بيغيروها، انا الحقيقه مش عارف، مش قدامي الجدول، بس بتتغير كل سنه اكوردنج لايه؟ للاشتراكات. فممكن يقول لك لا احنا مش عايزين نطول الموضوع يبقى رايح جاي، ممكن يقول لك لا هنطولها عندنا وقت طب نعملها بيست اوف 3. فالنهارده ده فريق السيدات، وامبارح كان اخر مباراه في الجوله المجمعه الثانيه في الدور الاول لدوري المرتبط. هتقول لي طب يا كابتن طب ما الرجال ما بداوش، الرجال ما بداوش لان كان عندهم بطولتين مش عند السيدات، كان عندهم بطوله العالم فالدوري وضع طبيعي هيستنى، وكان عندهم بطوله عربيه مشارك فيها الاهلي والاتحاد. فدوري الرجال هيتشفت، هيبقى بعد دوري المرتبط بتاع الرجال هيبقى بعد السيدات، السيدات سابقه بست مباريات. الرجال برضو الدنيا قربت، هيبتدوا على ما اتذكر الاسبوع الجاي ان شاء الله، وهيبتدوا ان شاء الله يعني يخشوا في المعمعه دي برضو نفس القصه. وده عشان كده انا قلت ان لازم يعني الحقيقه يحصل اراحه للاعبين خاصه بالاسم في الرجال. طبعا السيدات خدوا وقتهم وريحوا، يمكن كان في اصابات الرجال. السيدات بقى كان عندها مشكله ثانيه، 3 على 3 كل لعيبه النادي الاهلي في 3 على 3 موجودين، فكان في 3 4 لعيبه عليهم اجهاد عالي. فريق السيدات عنده بطوله افريقيا السنه دي ان شاء الله، عايزين ناخدها باذن الله وبنسبه كبيره جدا، لسه الاعلان ما تمش يعني من قبل الاتحاد المصري الاتحاد الافريقي لكره السله، ممكن تبقى عندنا. وطبعا اللي بيساعدنا في الموضوع ده رئيس المنطقه الخامسه الافريقيه زون 5 اللي هي واخده دول منابع النيل، مصر، السودان، جنوب السودان، رواندا، بيتهيألي كينيا. الدول دي زون 5 او المنطقه الخامسه، رئيسها مهندس شامل حرير الحكم الدولي السابق وطبعا عضو مجلس اداره الاتحاد المصري السابق، هو رئيس زون 5. وده طبعا اي ملف بيتقدم من الزون بتاعته بيكون سبورت ليه جدا، بيكون واقف معاه بشكل كبير. فان شاء الله البطوله دي بشكل كبير هتكون في صاله طبعا النادي الاهلي في الجزيره، نتمناها ان شاء الله تتم الاعلان عنها قريبا باذن الله. هنروح للكره الطائره، خلاص شكرا، كل المنافسات الافريقيه خلصت، رجال عرف طريقه خلاص ولعبوا في اليابان وطلعوا اولمبياد، كل التوفيق ليهم. برضو فريق السيدات زي ما حضراتكم عارفين افريقيا مركز تاني، وبعد ما يعني انجاز كبير وبرضو تاهلوا لبطوله العالم القادمه، كل ده حلو جدا. نرجع للدوري بقى، الاتحاد يعني زي ما بيقولوا خد خبره كويسه في السنتين اللي فاتوا، بدا ينظم مسابقاته. الاهلي يستهل مشواره في دوري سيدات الطائره بمواجهه الصيد، ماتش صعب، الصيد عنده فريق محترم جدا جدا، اول ماتش ليك ماتش صعب. طيب مين الجهاز الفني النهارده؟ كابتن ابراهيم فخر الدين، ودي تولى المسؤوليه طبعا اول سنه ليه بعد عودته لبيته النادي الاهلي. ماتش صعب طبعا، الموسم 23-24 اكيد هيكون مختلف تماما عن 22-23 لانه هيبقى اكتر نديه. طبعا الصيد بتحقق مراكز متقدمه السنوات اللي فاتت، وكان احد طرفي اللقاء في كاس مصر السنه اللي قبل اللي فاتت، وكمان عنده لعيبه كويسه جدا على مستوى الناشئين والمستوى الناشئات كمان. المجموعه فيها مين؟ فيها الاهلي والصيد واربع فرق كمان اصحاب الجياد، الاتحاد الاسكندري، وادي دجله، والواي. فرقتنا هي حامل لقب طبعا البطوله اللي فاتت من نادي الزمالك، وبعد فوز طبعا اللي حصل على صاله 6 اكتوبر ان شاء الله، ويا رب ان شاء الله كابتن ابراهيم فخدي. الحقيقه انا كان ليا الشرف ان انا حضرت يمكن تمرينتين اتفرجت عليهم للفريق، ببقى انا موجود في الصاله وبشوف الحقيقه تمارين كل الفرق الرياضيه بحكم يعني تواجدي في النادي من الوقت لاخر. تمرين مجهد جدا يعني صعب. كابتن ابراهيم فخر الدين بامانه بيهتم بتفاصيل كتيره جدا جدا، بيشتغل ما بيتكلمش. يعني طبعا كابتن حمدي الصافي المدير الفني السابق يعني حدث ولا حرك، سايب طبعا فرقه محترمه، عامل رصيد كبير من البطولات، ولكن برضو لما تشوف تمرين كابتن ابراهيم فخر الدين هتقول ان شاء الله ان الموضوع مش هيقل ابدا، بل ان شاء الله يزيد كمان اكيد. ودي كلها مراحل واولاد النادي الاهلي بيسلموها لبعض. لا تمرين في تركيز، في اهتمام بالتفاصيل، في دعم بالناشئات، يعني بشوف كتير جدا التمرين بتبقى عددها كبير لانه داعم بالناشئات. اتمنى كل التوفيق لهذا الفريق، وان شاء الله الدوري والكاس وافريقيا كالمعتاد باذن الله داخل النادي الاهلي. طيب هنروح للسكواش، وحضراتكم عارفين السكواش فيه قصه حاصله دلوقتي اليومين دول، ودي كنا بنتمناها، ولو حضراتكم متابعينا او متابعين الابطال كنا دايما بنتكلم عنها، كنا دايما بنتمناها. النهارده اللجنه الاولمبيه الدوليه بتدرس ضم كذا او اكتر من لعبه للاولمبيات، خلاص باريس مش هنلحق، اولمبيات لوس انجلوس 2028. ففي ثلاث اربع العاب مرشحه،
من ضمنها الاسكواش. الاسكواش باذنك يا رب لو دخل باذن الله اولمبيات، انت النهارده هتتكلم عن ميداليه او اتنين على الاقل. ليه؟ انت عندك سيدات عندك رجال، فدول ميداليه او اتنين باذنك يا رب. يعني مش عايزين نقاطع يعني، ولكن لو حصل في الاسكواش دخل في اولمبيات باريس، اولمبيات لوس انجلوس في 2028، لا انت النهارده هيبقى موقفك كويس جدا، وهتبقى الدنيا كويسه، وهيبقى عندك احتمالات ان انت يعني تاخد ميداليه زياده، لان طبعا الكاراتيه احنا خسرناه. والقرار ده هيتاخد قريب، امتى؟ هيتاخد بكره، يعني بنسبه كبيره جدا بكره هنعرف ان شاء الله. بس الاتجاه اللي رايح، ودي الكواليس اللي عندي، انه الاسكواش هيخش ان شاء الله. يا رب نتمنى ده باذن الله. طيب مصطفى عسل خلص الايقاف بتاعه، وعارفين حضراتكم ان تم ايقافه، وكان معانا حلقه هنا واشتكى من حجم الـ يعني التيار المعاكس اللي بيقابله. بدا خلاص يرجع من الايقاف، وهيرجع يلعب بطوله دوليه جديده بعد فتره الايقاف اللي كان وصلت لحوالي 6 اسابيع، واستدعت انه يغيب عن البطولات العالميه لثلاث بطولات ورا بعض. الثلاث بطولات باريس المفتوحه، قطر المفتوحه، امريكا المفتوحه، غاب عنهم. مصطفى هيشارك في بطوله الدوليه اللي بتتلعب في سويسرا، بطوله سويسرا الدوليه، واللي بتتلعب من 17 ل 22 اكتوبر اللي احنا فيه، ومجموع جوائزها $110,000. طبعا هقول لكم، في العادي مصطفى ما كانش بيلعب البطولات دي. يعني سويسرا دي عمر مصطفى عسل ما شارك فيها، كان بيروح باريس وقطر وامريكا، بس ما كانش بيروح البطولات. طب هو ليه راح لها السنه دي؟ لان النهارده خسر ثلاث بطولات، فتصنيفه تراجع، محتاج يلم نقط، فلازم اي بطوله قدامه هيروحها حتى لو ما بتديش درجات عاليه، بس على الاقل ممكن ثلاث بطولات من البطولات القليله دي اللي هي كلاس بي او سي هتعادل بطوله من البطولات ايه. فالنهارده هيبذل مجهود، زي ما واحد مثلا سبقك في السباق، فانت لازم تحرق شويه عشان تجيبه. فثلاث بطولات كبار، باريس المفتوحه وقطر وامريكا، بتدي نقاط كبيره للي بيشارك فيها. مصطفى للاسف رجع 3 4 5 6 خطوات ورا، فالنهارده هو محتاج يشارك في كل البطولات اللي جايه. اللعيبه دي مش هتشارك في دول، فهيلعب ان شاء الله في بطوله سويسرا دي، وجنبته كمان يلعب الادوار التمهيديه، ودخل على طول على الدور الرئيسي، وهيستنى الكسبان من زميله المصري يوسف ابراهيم والانجليزي ادريان وولر عشان يلعب في المين درو باذن الله. كل التوفيق لمصطفى عسل، ونتمنى ان شاء الله ان ده يبقى اخر ايقافات مصطفى باذن الله. كده يعني كون خلصنا اخبارنا داخل جدران النادي الاهلي. خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين، وارجع لحضراتكم وهنكمل اخبارنا المحليه بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. قبل الفاصل كنا مع حضراتكم في اخبارنا جوه النادي الاهلي، وزي ما حضراتكم شفتوا خلاص يعني الموسم ابتدى في العاب كتيره، وبدا يخش يعني في بدايته سواء المحليه او الاقليميه. وخلينا اقول ان اليد سابقين شويه الفرق كلها، عشان اليد ابتدوا بدري شويه، عشان جدولهم مزدحم، مش جدول النادي، جدول الاتحاد وجدول الاتحاد الافريقي، ما فيش وقت. ودي سياسه الاتحاد الدولي انه يخلي دايما الفرق ورا بعض ورا بعض ورا بعض، لدرجه الاتحاد الدولي لكره اليد كمان عمل توقفات دوليه زي الكوره كده. يمكن اكتر اتحاد منظم من وجهه نظري انا، من خلال تخطيطي يعني المستمره للالعاب الاخرى هنا في استوديو الابطال، بقدر احدد الاتحادات الدوليه يعني ايهما يعني شغال يعني بشكل قريب للكوره. كره اليد اكتر، يمكن السله فيه شويه صعوبه لان عنده الام بي اي في امريكا، يعتبر اتحاد موازي خالص، دنيا تانية وعالم تاني، الدنيا كلها عالم وامريكا عالم تاني لوحده. فاكتر الاتحادات، الطايره برضو نفس الكلام، عندهم نظام غريب شويه، التصنيف الدولي والعالمي والدوري العالمي عندهم برضو قصه مختلفه شويه. اكتر اتحاد دولي قريب للي بيعمله اتحاد الفيفا هو الاتحاد الدولي لكره اليد، ده مش غريب على الدكتور حسن مصطفى يا جماعه، اينما وجد هتلاقي سيستم ونظام وشغل تاني خالص. هنروح لاخبارنا المحليه، وابرزها على الاطلاق هي الريشه الطائره اللي كانت مصر بتستضيف فيها بطولة مصر الدولية رقم 8، وكانت في الفترة من 12 اكتوبر اللي احنا فيه لحد 15 اللي هي اختتمت النهارده. مصر حققت ميداليتين برونزيتين في بطولة الحقيقة صعبة جدا، بطولة شارك فيها 172 لاعب ولاعبة من 25 دولة. والبطولة كانت بتتلعب على صالة 2، طبعا حضراتكم شايفين البساط دي، صالة 2 في مجمع الصالات، ومنتخبنا حصد ميداليتين برونزيتين. جم من خلال مين؟ من خلال منافسات زوجي السيدات والزوجي المختلط بعد الخسارة في نصف النهائي. طيب الميداليتين جت من خلال مين؟ ضحى هاني وهنا زاهر، ده في زوج السيدات،
وادهم حاتم وضحى هاني في الزوج المختلط. خليني بس اقول لكم الريشه الطائره لعبه يعني بدات تخطو خطوات للعالميه، في ناس شغاله، لعبه بتشتغل بامكانيات برضو يعني لسه في بدايتها. شاركوا في اولمبياد طوكيو ان شاء الله، يشاركوا في اولمبياد باريس، واحده واحده ممكن نوصل. الفار ايست او دول يعني الشرق الاقصى، الهند والدول اللي هي هناك متقدمين جدا في هذه اللعبه. زي ما حضراتكم شايفين طبعا مندوبين من الاتحاد الدولي حضروا البطوله، اكيد كاميرا الابطال ما سابتش هذا الحدث، كانت موجوده في قلب الافتتاح. صورنا التقييد اتفرج عليه مع حضراتكم ونرجع لبعض تاني. بطولة مصر الدولية دي المرة الثامنة بننظمها، الحمد لله طبعا احنا ناجحين فيها الحمد لله كويس جدا، وده اللي بيخلي اكتر من 25 يعني افريج من 25 30 في المرات اللي فاتت دول بتيجي. وطبعا المرة دي ليها كمان وضع مختلف عشان هي في الكالندر بتاع الاتحاد الدولي المؤهلة لروت تو باريس، هي كل سنة بتبقى في الكالندر بس المرة دي ليها ويت مختلف علشان البوينتس اللي اللعيبة بيجمعوها عشان يروحوا الاولمبياد. طبعا احنا مصر الحمد لله يعني مش بس دي البطولة اللي احنا بننظمها دلوقتي، احنا عندنا كمان بطولة البارا افريقيا 2024، وبعدها بشهر على طول عندنا بطولة افريقية للرجال والسيدات سينيورز، ودي برضو تعتبر من المؤهلة، فتبقى بطولة قوية جدا ان شاء الله. يعني معظم دول افريقيا حتى اللي ما كانوش بيجوا بتحبوا يجوا غير عشان مصر، عشان البوينتس برضو بتاعت اللوتو بارس. يعني السعودية بنفسها كلها تدعمني من ناحية توفيري من الاتحاد، طبعا توفير تدريبات واماكن للتدريب من ملاعب مهيئة من كل شيء. طبعا اهلي اصدقائي كلهم يدعموني. اخترت رياضة الريشة لأنها جدا ممتعة، فيها تنافس جميل وفيها ذكاء وسرعة وقوة. السعودية كانت كبيرة جدا وكان في دول كثيرة موجودة وكانت اكسبيرينس حلوة. Devo dire l'anno scorso mi è piaciuto tanto, è andato bene tutto senza problemi. Quest'anno ancora ci sono solo il primo giorno quindi non posso ancora dire tanto, però mi piace. بتقول ان هي عجبتها البطوله، هي شاركت السنه اللي فاتت فيها، ولكن هي البطوله دي ده اول يوم ليها فهي ما تقدرش تتكلم عنها كتير، ولكن عجبتها جدا السنه اللي فاتت. L'anno scorso ho fatto due finali e devo difendere i miei punti così sto ancora alta nel ranking mondiale. بتقول لحضرتك ان هي شاركت السنه اللي فاتت في البطوله هنا وخدت ميداليتين، ميداليه فيهم ميداليه ذهبيه، فهي جايه هنا تشارك للمره الثانيه عشان تدافع عن النقط بتاعتها وعن المركز اللي هي وصلت لها وحققتها. الحقيقه طبعا مصر من الدول الكبيره قوي في افريقيا، من الدول المهمه قوي، احنا دي تامن مره لينا ان احنا ننظم البطوله دي. الحقيقه كل سنه بنعملها احسن من المره اللي قبلها. المره دي البطوله متنظمه كويس جدا، متنظمه على اعلى مستوى. المره دي في بلاد كتير قوي موجوده لانها بطوله مهمه جدا للتاهيل كمان، لان البطوله دي داخله في البوينتس المؤهله لاولمبياد باريس. فالحقيقه البطوله مهمه جدا وانا مبسوطه جدا ان انا بلعب في ارضي. بطوله مصر الدوليه دي النسخه الثامنه في مصر هنا، عندنا 24 دوله مشاركه بمعدل 172 لاعب، وده عدد كبير جدا. النهارده بس اول يوم في البطوله لعبنا 98 مباراه، او هيتلعب 98 مباراه، وده رقم كبير جدا. البطوله بيقام على هامش البطوله كورس خاص بالاداره الرياضيه من الاتحاد الدولي، فاعضاء الاتحاد الدولي موجودين في كورس خاص في البطوله على هامش البطوله، وجم طبعا شافوا الافتتاح البطوله وشافوا الملاعب وشافوا المنشآت وشافوا الفنادق اللي الناس نازله فيها، واعجبوا جدا بالمستوى دوت، وده كمان بيأهلنا عشان تنظيم بطوله افريقيا ان شاء الله في شهر 2 اللي جاي في ريش الطايره. السنه دي 2023 مشارك عدد كبير جدا من الدول، احنا عندنا 172 لاعب، وده طبعا يعتبر رقم ضخم جدا بالنسبه لمشاركه اللاعبين، اللي طبعا عارفين ان اغلب الناس دلوقتي جايين، لان دي بطوله دوليه فهم جايين عشان يتاهلوا بيها، ياخدوا عليها بوينتس عشان بيتاهلوا بيها لاولمبياد باريس 2024. عندنا 25 دوله، ده غير مصر كمان 26 دوله، وطبعا في مصر بيبقى مشارك لاعبين كتير جدا منها، فتعتبر من البطولات القويه جدا. الاعداد اعتقد يعني دايما بتبقى اعداد كبيره، بس السنه دي كانت العدد كبير قوي بصراحه. البطوله من كبرى البطولات في الشرق الاوسط، البطوله بتزيد كل يوم قوه، كل سنه عن سنه بتفرق البطوله. الحمد لله عندنا 25 دولة، عندنا 86 لاعب أجنبي مصنف من 25 دولة، عندنا 75 لاعب مصري بيشاركوا في البطولة.
البطوله من ضمن البطولات المؤهله لباريس 24. عندنا كمان ايفنت كبير جدا، عندنا مدير التطوير للاتحاد الدولي موجود في مصر، عندنا مدير المسابقات للاتحاد الدولي، مديرين النظم والتدريب في الاتحاد الدولي، كورس كبير جدا بيتعمل في مصر على هامش بطوله مصر الدوليه. ان شاء الله بنطمح ان يكون مصر مركز لتطوير الريشه الطايره في الشرق الاوسط وفي افريقيا، وده اللي احنا بنشتغل عليه، وعندنا لقاءات مع مسؤولين الحكومه المصريه ان شاء الله لتنظيم هذا الامر. الجميل في البطوله دي الحقيقه ان هي بقت على اجنده الاتحاد الدولي بعد ما شاف طبعا عدد الفرق المشاركه. النهارده وانا بنتكلم في 25 دوله 172 لاعب، يبقى النهارده هم جايين ليه؟ البطوله لما تبقى على اجنده الاتحاد الدولي بتجمع نقاط، وكل اللعيبه اللي حضراتكم شايفينهم في الملعب دي شغال عشان تتاهل اولمبياد باريس. فالنهارده هنلاقي ضحى هاني وهنا زاهر وادهم حاتم، كل الثلاثة دول خطواتهم عشان يتأهلوا لباريس 2024 بيقربوا. مشاركتنا في الأولمبياد مرتين ورا بعض هتبقى حاجة كويسة جدا. محتاجين لسه محتاجين احتكاكات، محتاجين البادجت أو المبلغ اللي بيتحط لإعداد اللعيبة دي يزيد، يعني أنت كل ما بتحقق كل ما تلاقي الوزارة بتدعمك، كل ما بتحقق طبعًا الوزارة هي ممثلة الدولة المصرية في توفير الدعم للاعبين والاتحادات. فالنهاردة كل ما هتحقق كل ما هتلاقي دعم اكتر. فالنهارده كل المسانده الحقيقه للريشه الطائره، خاصه ان هي من الالعاب الاولمبيه المهمه. هنروح لخبر يخص الخماسي الحديث. خليني احكي لكم قصه كده قبل ما اقول هذا الخبر. الاولمبيات اللي فاتت تم الاعلان في لعبه الخماسي، وانتم عارفين اللعبه دي مهمه جدا لينا. رئيس الاتحاد هو المهندس شريف العريان، رئيس اتحاد الخماسي الحديث، وكمان امين عام اللجنه الاولمبيه المصريه. الخماسي لعبة مهمة لينا ليه؟ عشان الجندي اللي جاب ميدالية طبعا فضية في الأولمبيات اللي فاتت، مصر بناء عليها قفزة كبيرة في الترتيب الأولمبي. مش بس كده، كمان بطولات العالم كلها اللي بنلعبها سواء شباب أو رجال مصر موجودة دايما في المقدمة. يعني أنت ماشي كويس، رايح إن شاء الله بإذنك يا رب في النورمال، رايح على ميدالية. فجم السنة اللي فاتت اللي متابعين أخبار إحنا عشان كده يعني من أهمية هذه اللعبة. بعد الأولمبيات اللي فاتت طلع كلام انه خلاص، مش كلام، كان بيانات طالعه من الاتحاد الدولي للخماسي انه خلاص هيستبدلوا الفروسيه. خماسي ليه؟ لان بتلعب خمس العاب جوه. قبل ما اروح للخبر يعني عشان اشرح لكم ايه هي الخماسي الحديث، في خمس العاب بتتلعب في هذه البطوله: السباحه، الجري، الرمايه، كان ركوب الخيل، وكان ايه كمان يا جماعه؟ السلاح. بالظبط، شكرا. دول الخمس العاب اللي كان بيلعبها. انت بتجمع نقاط هنا، ممكن تطلع الاول في الجري، تروح في السلاح تاخد التالت، دي نقاط، كل دي نقاط بتجمعها. الفروسيه تاخد مش عارف التاني، نجمع النقاط ده ياخد الميداليه. فلازم تكون في خمس العاب محترف. فجم بعد السنه اللي فاتت او بعد الاولمبيات اللي فاتت قال لك هنغير الفروسيه لعده اسباب، من ضمنها حقوق الحيوان، انه الدنيا انه مش عايزين يكون اللاعب بيتعامل مع الحيوان وساعات بيقسو عليه. شفنا مشهد كده في الفروسيه ان حصل قسوه على يعني خيل من الخيول، وكان يعني الاتحاد قال لك لا خلاص انا هخرج الفروسيه بره الخماسي. فالنهارده الاتحاد اللجنه الاولمبيه الدوليه برئاسه توماس باخ كان عايز يشوف الخماسي هيعمل ايه الاتحاد الدولي، وهل هيستبدلها بحاجه تاهلها لحفاظ مقاعدها جوه اللجنه الاولمبيه. كان قرار صعب، وعشان تاخد قرار تستبدلها بلعبه تانية او بنشاط تاني يقنع بيه اللجنه الاولمبيه الدوليه عشان تفضل محافظ على مكانك مستمر في الدوره الاولمبيه او اللجنه او الالعاب الاولمبيه، كان قرار صعب. استبدلوها بايه بقى يا جماعه؟ استبدلوها باختراق الضاحيه او حواجز اختراق الضاحيه. برضو صعبه جدا، بتخش في اراضي وعره وفيها حواجز وبتنط الحواجز، حاجه بتبقى برضو صعبه من هذا القبيل. طيب الامباكت بتاع القرار ده ايه؟ توماس باخ امبارح اعلن انه لا يا جماعه خلاص انتوا خدتوا قرار تمام 100 على ضوء على هامش اجتماع المجلس التنفيذي للجنه الاولمبيه الدوليه في مدينه مومباي في الهند في الفتره من 14 ل 17. خدوا قرار انه لا يا جماعه انتوا تمام، خماسي حديث اتحاد دولي، انتوا مكملين معانا طالما استبدلتوا الفروسيه بقفز الموانئ، انتوا مكملين معانا في الحركه الاولمبيه ونشاطكم الاولمبي الدولي. طيب الامباكت او تاثير ده او المردود ده على من وجهه نظري انا بقى، قرار باستبدال الفروسيه باختراق الضاحيه، تمام؟
حواجز او موانع اختراق الضحيه. وجهه نظري ان ده تاثيره ايه؟ هتلاقي دول كتير هتبتدي تطور في اللعبه دي. هتقولي ليه؟ اولا مش كل الدول عندها ميزانيه الفروسيه، الفروسيه طبعا عايزه خيل وكذا وكذا وسفر خيول، وموضوع ما بيبقاش سهل. في دول ما تقدرش تربيه الخيول والعنايه بيها، وعشان توصل بالخيل انه يخش مسابقات مكلف، حتى مكلف في مصر. فالموضوع النهارده انت استبدلت اللعبه دي باختراق الضاحيه، موانع اختراق الضاحيه. اي دوله ممكن تلعبها، ممكن تلعبها في كينيا مثلا، ممكن تلعبها في اي دوله، مش شرط يعني دوله تكون غنيه. فالنهارده انت عندك السباحه ما انتش محتاج موازنه او ميزانيه، اختراق الضاحيه مش محتاج ميزانيه، الجري مش محتاج ميزانيه، عندك السلاح والرمايه، انت عايز بس سلاح ورمايه، يعني موضوع مش مكلف برضه. يعني انا شايف تاثير ده هتلاقي دول كتير هتبتدي تركز فيها، خاصه الدول اللي مش معروف عنها انها تقدر تصرف على الفروسيه. هتخش وهتخش بقوه خلال سنتين ثلاثه، وافتكروا كلمتي دي، انه ان شاء الله هيكون في مشاركه اكتر على مستوى الخماسي. الحقيقه كده اخبارنا، حاولنا بقدر المستطاع ان احنا نجيب لحضراتكم كل الاخبار سواء جوه النادي الاهلي او خارجه. هنطلع لفاصل اللي ما حضرناش في اول اللقاء. ضيفنا النهارده عبد اللطيف منيع، هو بطل المصارعه المصري تحت وزن المصارعه الروماني تحت وزن 130 كيلو جرام. هذا البطل استطاع انه يحصد الميداليه البرونزيه في بطوله العالم اللي اتلعبت في شهر سبتمبر، اخر شهر سبتمبر الماضي في صربيا، في انجاز كبير. وبناء على هذا الانجاز تاهل الى اولمبياد باريس 2024. عبد اللطيف احد المرشحين لميداليه اولمبيه، مصر كلها واقفه وراه. الحقيقه كان مهم جدا يكون ضيفنا بعد الفاصل، انتظروا كلام كتير عن اماله وطموحاته. عبد اللطيف منيع بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وفي البدايه بنرحب طبعا بنجمنا ونجم مصر البطل العالمي عبد اللطيف منيع بطل المصارعه الروماني. اهلا بيك عبد اللطيف. اهلا بيك يا زايد، منورنا، والف مليون مبروك الاول على ثالث عالم وتاهلك لباريس 2024، انجاز كبير، بنهنيك ونبارك لك يا ابني والله. الله يبارك في حضرتك. طيب خلينا ناخد الموضوع واحده واحده. انت ابن مدينه ديكرنس بالدقهليه، بلديات طبعا. تمام. بدات المصارعه ازاي؟ يعني خلي بالك هناك كره القدم هي الاساس، ونادر لما تلاقي لعبه كده يعني ايه، ممكن قريه او مركز يكون بيتفوق فيها، ممكن كمال اجسام في حته، ممكن رفع الاثقال في حته. بدات المصارعه ازاي هناك في ديكرنس؟ انا بدات المصارعه عشان خاطر عمي فريد كان بيلعب مصارعه. فعلا يعني عمك كان بيلعب؟ اه كان بيلعب مصارعه، دخل منتخب مصر بس ما مثلش مصر للاسف. طبعا كان والدي دايما من اكتر الناس داعمين ليه وكده، فمثلوا بقيه المشوار اللي ما كملش فيا، اهتموا بيا جدا من وانا صغير. لعبت المصارعه عندي 8 سنين، اول مدرب ليا مرني في نادي ديكرنس الرياضي كان كابتن عبد الله صالح. بعد كده كابتن حسن عبد العال هو جه كمل المشوار لحد وقتنا هذا، وكابتن محمود الوفائي انتقلت للمنصوره. كابتن محمود الوفائي من 12 سنه كمل المشوار. طبعا كل مدرب بيضيف لك حاجه جديده، فاحنا بنشكر الناس اللي كانوا سبب في ان احنا نبقى ابطال عالم لحد وقتنا هذا، وان هم ضافوا لي حاجه، فطبعا يعني لهم كل الشكر والتقدير، حتى لو ما كانوش باينين في الصوره اللي هي موجوده دلوقتي، لانه طبعا سوء المدرب اللي هو بيطلعك من وانت صغير بيبقى بيتناسى مع الوقت. ولكن طبعا انا لما بنزل اجازاتي في مدينه ديكنس، تمريني بيبقى في نادي ديكنس الرياضي ومع مدربين اللي هم الاساس زي ما قلت لحضرتك، وبيبقى بيشرف على التمرين والدي وعمي فريد. لما زال كل الوضع كما هو عليه، كل حاجه زي ما هي، الحمد لله مفيش حاجه اتغيرت. فطبعا ده بالنسبه لي حاجه جميله ودعم كبير من اهل بلدي بالاخص ديكنس وعامه اهل مصر. فانا طبعا التشجيع المره دي غير كل مره، معالي الوزير بنشكره على تكريمه الخاص والمعنوي، بنشكر وزارة الشباب والرياضة الاتحاد المصري للمصارعة بقيادة اللي هو عصام نوار، طبعا نادي طلائع الجيش حصلت على تكريم منه مصنع الأبطال، وهو دايما في ظهري نادي طلائع الجيش. فكل الشكر والتقدير لكل من ما هو دعمنا او سندنا في المشوار الحمد لله. ما شاء الله، يعني عندك وفاء وعندك اعتراف بالجميل ومش ناسي ابدا اللي وقفوا جنبك. بس معلومه، انت قعدت لغايه امتى في تكرنس، وبعد كده بدات تنتقل الى القاهره امتى؟ على مستوى ايه؟ يعني في سن كام مثلا؟ 12 سنه رحت المنصوره، وبعد كده انتقلت لنادي اتحاد الشرطه الرياضي.
حصلت على اول افريقيا وانا عندي 16-17 سنه وخامس عالم، انتقلت بتكليف ثانيه واحده بقى، احنا مش احنا عايزين ناخدها واحده واحده لان ده مشوار بطل. وانت النهارده مش بس يعني بطل، انت قدوه للصغيرين اللي شايفينك النهارده وبيشوفوك عبر شاشه قناه النادي الاهلي. اكيد دي حاجه لازم نقف عند كل محطه. انت انتقلت رحت نادي المنصوره، او رحت المنصوره الرياضي صح؟ مظبوط كده، الشلو المنشيه في المنصوره. في المنصوره انتقلت في العيشه هناك ولا كنت بتنتقل كل يوم من ديكيرنس للمنصوره؟ انا الاقامه بتاعتي مدينه ديكيرنس. تمام. بنتقل في اي مكان، الاقامه بتاعتي لما زال انا مع والدي حتى لما تزوجت في بيت العيله مع والدي في ديكيرنس. في ديكيرنس. تمام. كل لما بقيت تتمرن وانت عندك 12 سنه او 13 سنه لما رحت نادي المنصوره كنت مقيم برضو في ديكيرنس وبتنتقل؟ وبنتقل بالمواصلات. لما زال في منتخب مصر في المركز الاولمبي في المعادي، انا جاي لك من المنتخب. صحيح. اجازاتي بتبقى في ديكيرنس الحمد لله. يعني لسه حتى الان يعني. طيب المنصوره خلصنا المنصوره، بعد كده انتقلنا لاتحاد الشرطه الرياضي. اتحاد الشرطه الرياضي انت هنا رحت لعبت بطوله افريقيا شباب بقى ولا شباب؟ شباب. جبت اول افريقيا وخامس عالم شباب. فاكر ده سنه كام؟ 2014. الله اكبر ما شاء الله. دي كانت بدايتك بقى العالميه. دي كانت البدايه بتاعتي. طبعا حصلت على تكريم من وزير الدفاع فانتقلت لنادي طلائع الجيش. ممتاز. وارتحت في المؤسسه العسكريه. المؤسسه العسكريه بتتميز، انت اي مكان فيه رياضه في المؤسسه العسكريه بتخشه بيتك، اقامه تدريب، حتى لو المدرب مش المدرب بتاع نادي طلائع الجيش الجهاز الرياضه العسكري، اي مدرب في المؤسسه اذا كانت الهيك ستيب اسكندريه، القاهره، السويس، اسماعيليه، كل دي اي مكان، كل ده مسخر لك. مسخر لك طب اي مكان هو بيتك بتتمرن فيه، فانت بتلاقي الامكانيات اكبر، بتلاقي الدعم ليها اكبر. فطبعا كل ده بمساعده فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لان هو قال لك ان الرياضه امن قومي. صحيح. فطبعا احنا بدانا ان الالعاب الفرديه الحمد لله نتقدم كتير بسبب دعم الرئيس لينا. طيب انت انتقلت بعد كده من نادي اتحاد الشرطه الرياضي، خدت افريقيا، لعبت امتى بقى على المستوى الكبير عبد اللطيف؟ يعني بدات تلعب على مستوى منتخب مصر الكبير المصارعه امتى؟ 2015 حصلت تجارب للفريق الكبير الحمد لله، كان اول سنه ليا ان انا امسك. مين المدرب؟ فاكر المدرب كان ساعتها؟ كان الكابتن محمود فتح الله. تمام. وكان مين رئيس الاتحاد؟ كان الكابتن حسن حداد. الله يرحمه. رحمه الله عليه. الله يرحمه. هو سبب من الاسباب اللي انا اكون متواجد، لان هو اللي اكتشفني في بطوله الجمهوريه 2013. طب مين اللي كنت نازل قصاده التجارب؟ مين؟ كان الكابتن صبري اللي ماسك الميزان 130 2015 في التجارب دي. كنت انا بلعب شباب وهو اللي ماسك الميزان كبار، والحمد لله ربنا كرم. حلم كبير يعني انت تلعب كمان قصاده، وكمان هو كان نجم كبير كمان. ايوه. طيب دخلت منتخب مصر، رحت اول بطوله شاركت فيها منتخب مصر الكبير ايه؟ 2015 افريقيا. عملت ايه فاكر؟ جبت اول الحمد لله. الله اكبر. يعني انت ورا بعض على طول. ودورة الألعاب الأفريقية 2015 بعدها بثلاث أسابيع جبت أول برضو، ولعبت جبت تاني في نيكولا بتروف جراندي بريك في بلغاريا، وتأهلت للأولمبياد عن طريق البطولة المؤهلة القارية. ما بين أولمبياد ريو 2016. ريو دي جانيرو بعد كده طوكيو. انت لعبت ريو دي جانيرو؟ لعبت ريو دي جانيرو. كنت بلعب شباب لسه، جبت أول. كان القارة بتاعتنا ما بيننا وما بين استراليا وبيتأهل منها اتنين. ممتاز. فالحمد لله اتأهلت بدهب اول. حلو جدا. ورحت لعبت ريو، فاكر عملت ايه في ريو؟ خسرت من الاوكراني في البدايه. طبعا كانت تفترق ان انا اول مره العب اولمبياد. صحيح. لسه سنك صغير. طبعا كنت بلعب شباب، فكانت بالنسبه لي شرف ليا ان انا اشارك في اولمبياد. صحيح. بس الوضع الحالي خلاص دي ثالث اولمبياد ليا. ناس كتيره كانت بالنسبه لي قدوه او صورها على الايميل بتاعي لعبتها وكسبتها، فده بالنسبه لي دفعه كبيره. طيب. خلينا نتكلم عن الأفريقية. انت كان عندك تونس، بطل تونس كان صحيح اللي انا بقوله ده كان راكب الميزان تقريبا في القاره. لا. من فتره طويله جدا. 10 سنين. انت طول عمرك بتلعب في نفس الميزان يا عبد اللطيف؟ لا، لعبت 97 في بدايتي في 2013 و 2014. 2015 لعبت 130 كيلو. يعني انت ما كنتش بتلعب الميزان ده اصلا. طب كل ما بتعلى في الوزن تبقى الدنيا اصعب ولا انت شايفها ايه؟ بيبقى يحتاج الباور وبتحتاج الخامات اللي انت بتتمرن بيها. يعني انا بلعب 130 كيلو، لازم اتمرن مع حد في نفس الميزان بتاعي. صح. طبعا لما اتمرن مع حد اقل مني زي محمد علي جبر اللي هو الميزان اللي تحت اللي ماسك 97 كيلو، هو انا اكتر منه بحوالي 40 كيلو. فرق باور، فرق كتله مختلفه. محمد مصطفى 87 كيلو، فانت بتتكلم في موازين كبيره، فانت كل ما بتعلى في الميزان الموضوع بيحتاج ماديات اكتر ان انت تطلع معسكرات خارجيه. الصوره أكتر. دي فين الاول يا الصوره دي في تتبانيا في المجر، صوره معالي الوزير.
طب ارجعوا لنا بالصور كده يا جماعه نشوفها يعني من الاول كده، ناخد واحده واحده كده. دي طبعا طيب ده طبعا الاسطوره بتاعتي الاسطوره كابتن كرم. كرم اه كابتن كرم يعني، بس كابتن كرم كان ميزان اقل منك صحيح مش كده؟ كابتن كرم ميزانه اقل مني. اه طيب و يعني مثل اعلى كبير كابتن كرم. قدوه قدوه، حد جميل قوي. ده راجع يلعب تاني؟ اه موجود معانا في المعسكر. صحيح؟ رجع يلعب تاني رواد. دي في التمرين ان كابتن ياسر كان مكدرنا منزلنا الساعه 6 الصبح. ده 6 الصبح التمرين. عايزين نشتكيه كابتن ياسر ده. كابتن ياسر ماله؟ صحينا بدري قوي والله كان مكدركم. اه دي بعد البطوله بيومين، بعد البرونز بيومين نزلك تمرين على طول. 48 ساعه راحه في البيت ونزلت المعسكر على طول عشان عندنا بطوله السعوديه هلعب يوم الاثنين الجاي. مسافر ان شاء الله دوره الالعاب القتاليه ان شاء الله. ده في السعوديه فين؟ في انهي حته في السعوديه؟ في جده. جده اه. الدول المشاركه ايه؟ معايا انا في لحد الان معايا الكويتي، معايا المغربي، معايا الجزائري، معايا المغربي، معايا 4 سعوديين في الميزان. بس كلها عربيه. اه دوره الالعاب القتاليه العربيه. عربيه العربيه اه. فدي تعتبر هي يعني بطوله مهمه برضه. طب مين ابرز المنافسين ليك؟ موجود معايا التونسي اللي هو موجود ما زال معايا. ما زال بس هو اكبر منك كتير. لا هو كحلة اعتزل اللي هو كان البطل الكبير اللي هو ماسك الميزان دلوقتي بقى اللي بعده. في شباب شباب في حد قد في السن. امين. طب عبد اللطيف خلينا نروح لبطوله العالم اللي في صربيا اللي كانت في سبتمبر، وانت حققت ميداليه الحقيقه ثالث عالم، وده احسن تقريبا مركز حققته في بطوله عالميه صحيح؟ جبت قبل كده برونز في 23 سنه وجبت برونز في الاولمبياد العسكري، ودي اول ميداليه تيجي لمصر من 17 سنه في بطوله عالم كبار. ما شاء الله. يعني بطوله العالم الكبار بتحتاج ان حضرتك انت دلوقتي العالم كله في تطور جامد. صحيح. بالنسبه للالعاب الفرديه. صحيح. بل بره الدعم للالعاب الفرديه قريب جدا للالعاب الجماعيه زي الكوره والكلام ده. فطبعا انت بتيجي تبص بتلاقي دي ثقافه شعوب، فانت محتاج ان انت تقول مصر موجوده. مصر دوله كبيره جدا وبتتعامل ان هي دوله كبيره. فلازم تكون انت قد المسؤوليه دي وبتمثل وطن كبير بيمثله 120 مليون بطل وبطل او يعني عايز تشرف الناس دي، شايل اسم بلد كبيره زي دي، فلازم تكون قد المسؤوليه. فالموضوع بيحتاج ماديات اكبر، بيحتاج دعم اكبر، و طبعا توفيق ربنا قبل كل شيء. طيب مشوارك في بطوله العالم كان ازاي يا عبد اللطيف؟ يعني انت يعني فاكر لعبت مين في الدرو، لعبت مين لغايه ما وصلت لقبل النهائي وثالث ورابع؟ يعني كلمنا عن مشوارك في بطوله العالم عشان الساده المشاهدين يبقوا معانا حتى يبقوا عارفوا حجم الجهد والانتصار الكبير انت حققته. طبعا لعبت مع المكسيكي اول ماتش في الدور التمهيدي كسبت 10-0، بعد كده التركي 7-2، بعد كده لعبت الاستوني ثاني يوم اللي هو هيكي نابي 2-0، بعد كده في نفس اليوم ده كان الصيني خلاص وصل للمربع الذهبي فهو مستنيني بقى اوصل له على البرونز. فانا لعبت ماتشين لحد ما وصلت له. طب ولعبت الصيني في الثالث والرابع؟ في الثالث في الثالث لا كسبت لا في قبل النهائي. قبل النهائي كان مع التركي. مع التركي خسرت منه 7-2. 7-2 اه. بس انت اتوقع انت لو قابلته تاني ممكن تكسبه يعني. هو حصلت ظروف في الماتش ان هو انا خدت السلبيه الاولى. طبعا اعترضنا وكده، بس طبعا لا اعتراض على خلاص ما كان قرار طلع. فطبعا ما كانش في توفيق في الماتش لان انا خسرت اول 7 بونت في اول دقيقه، فطبعا هو خلاص ركب الماتش. فطبعا كان املنا في ربنا كبير. فطبعا العلم التركي 6 مرات اول عالم، ميداليتين اولمبيتين، واحده فضه واحده برونز. ما شاء الله يعني هو بطل. بطل كبير اكبر مني ب 10 سنين. 37 سنه هو. طبعا تفترق بقى المعسكرات الخارجيه لان هم عندهم يعني الدول كلها جنب بعضها فبتحتاج اوروبي اكتر منك. فطبعا هم قاعدين مع بعض. لا انا اتعمل لي المعسكر الخارجي بتاعي شهر و20 يوم. قليل جدا. ما بين المجر وما بين رومانيا وما بين المجر ما بين صربيا. فطبعا الناس دي معسكره مع بعض، قاعده مع بعض طول السنه لان عندهم الكلفه بتاعتهم قليله جدا. صحيح. بالقطر بيروح بالقطر او بالعربيه أو بالباص. انا هو تقريبا في حاله معسكر طول السنه. تقريبا في اوروبا. لا ده مش طول السنه، الاولمبياد بيبتدوا الاعداد بتاعتها من بعد الاولمبياد الثانيه بعدها على طول. صحيح. الاعداد الاولمبي بيحتاج 4 سنين لان الاولمبياد هي اكبر بطوله. ما فيش حاجه اكبر من كده، هي اكبر بطوله على وجه الارض واحدث، ويعني ما فيش حدث تاريخي في الرياضه اكبر من الاولمبياد. ما فيش حاجه بعد كده. طيب انت يعني الميداليه دي غاليه على قلبك واكيد لان هي ميداليه 17 سنه مصر ما جابتش ميداليه في بطوله العالم في المركز في الوزن بتاعك، وفي نفس الوقت انت النهارده بتتاهل مباشره لباريس يعني وبتقول للعالم كله ان انت موجود. الميداليه فاتت خلاص، ما عادش في احتفالات ليها،
في عمل في شغل عشان خاطر الميداليه الاولمبيه. انا ما جبتش ميداليه في بطوله العالم عشان افضل احتفل بيها السنه او الثمان شهور الباقيين، لا خلاص الميداليه فاتت بعد 48 ساعه كنت في التدريب نسيتها. انا ببص للهدف الاكبر اللي هي الميداليه الاولمبيه، لان معلش يعني انا محتاج ان انا افرح والدي واهلي وزوجتي اللي مستحمله وبتدعمني غيابي وشايله البيت مع والدي، فانا محتاج ان انا افرح الناس دي. يا ترى انا سمعت الكلام ده فين؟ يعني بصوا يا جماعه انا سايبه يتكلم بصراحه، يقول لك انا البطوله خلصت من 48 ساعه قفلتها وببص على اللي جاي. يا ترى انا سمعت الكلام ده فين؟ انت اهلاوي؟ ماشي، اهلاوي جدا. اهلاوي جدا اه عشان عمي فريد وصاني قبل وجاي برضك عشان الكابتن ناصر زملكاوي وانا جاي عشان اقول قدامك. انا عايز اقول لكم ان ده فكر يعني النادي الاهلي، كابتن محمود الخطيب دايما والحقيقه انا بس بوريكم، انا من غير ما اعرف ولا اعرف انه اهلاوي ولا اعرف اي حاجه، بس الفكر اللي هو بيتكلم بيه واسلوب تفكيره واسلوب يعني تنظيمه للفكر بتاعه انا استشفيت كده. اولا هو قال لك انا ما يعني انا البطوله خلاص بعد 48 ساعه قفلتها. كابتن محمود الخطيب كل البطولات اللي بيقعد فيها مع الابطال بيقول لهم يا جماعه حتى الكوره بطوله وعدت فكر في اللي بعده، بطوله وعدت اقفل الصفحه، احتفالك 48 ساعه. انا بقول لكم انا سمعت الكلام ده فين قبل كده. فالحقيقه انا بحييك، ده فكر بطل، واللي عايز يوصل دايما للمركز الاول انه دايما اي انجاز بيعمله بيشوفه ماضي بيفكر في اللي جاي. طيب احنا كسبنا وقفلنا وبدانا نشتغل، وعايز تشرف اسرتك وعايز تشرف ناسك في مدينه ديكنس العظيمه الحقيقه اللي انا يعني بعزها جدا وبحبها، وان احنا من هنا طبعا بنبعت لكل اهل ديكرنس وكل اهلنا في الدقهليه التحيه طبعا، لانه خرجت الدقهليه عظماء كبير على فكره في كل المجالات، معرفش تعرف ولا لا، الرياضه والفن ومجالات كتيره جدا محافظه الدقهليه خرجتها، المنصوره طبعا العاصمه وحواليها طبعا في بلد ام كلثوم يا فندم. ام كلثوم طبعا بلد بلد الدقهليه، عندك ديكرنس ونيت سلسيل وعندك الجماليه الدقهليه وعندك المنزله، خلينا نقول لو ناسي حاجه. لا لا. خلينا نقول ايه تاني، فكرني من المدن اللي حواليك او القرى اللي حواليك. فهي يعني كل التحيه ليهم بصراحه. اللي جاي ايه بقى؟ انت دلوقتي النهارده عندك اولموست، نقول احنا النهارده في شهر 10 قول 11، عندك 8 9 شهور على الاولمبياد. تمام. ايه بقى بتاعك؟ عندي في اللي هي بطوله دوره الالعاب القتاليه بقياده كابتن كمال عبد المدير الفني لمنتخب مصر، هو اللي متواجد معانا فيها. تمام. لان عندك 23 سنه طالع فيها الكابتن ناصر عبد الرحمن. بنشكر الجهاز الفني على تعاونه وبنيانه الابطال، كل الشكر والتقدير ليهم، لان هو السبب الرئيسي زي ما قلت لحضرتك وشكرت مدربيني في بدايتي. هو المدرب هو 75% من نجاح اللاعب. احنا بنشكر الناس دي على تعبها ومجهودها وان هم الجند المجهول. بشكر زمايلي في التدريب قبل ما حضرتك نخش في اي حاجه تانية، لان هم سبب في اللي انا فيه طبعا. كل التوفيق ليهم وربنا يكرمهم في اللي جاي اللي ما حصلوش نصيب. شكرا لزمايلي اللي ممكن يكونوا سبب في اللي انا فيه، حبيت ان اشكرهم عن طريق البرنامج بتاعك. بنشكر لكل بطل سابق سبقنا بسلمه وكشف لنا الطريق ونصحنا، بنشكره جدا. بالنسبه للمشوار القادم ان شاء الله انا مبعوت لي دعوه من المانيا في شهر 11، هتبتدي هسافر ان شاء الله 10 11 لحد 25 12 الجاي. ده انت هتقعد تقريبا شهر ونص. هتقعد فين في المانيا؟ هقعد في برلين. برلين معسكر. ده معسكر مع مين؟ مع البطل 130 كيلو الالماني، هو اللي بعت لي الدعوه، وطبعا مصر وافقت وبعض المصاريف معاه. هو بيدور على لعيب في وزنه يتمرن معاه ولعيب بطل ثالث عالم، بتفرق بقى في هنا ان انت خلاص من الناس الكبار الثلاثه الكبار اللي فوق اللي متاهلين للاولمبياد، فالاعداد بتاعك بيزيد فهو عايز برضو ان هو، فانت عشان يجيبك انت بتشترط عليه. طب الالماني ترتيبه كام؟ هو كان تصنيفه اعلى مني قبل بطوله العالم. انت عديته؟ الحمد لله. النهارده هو اختاروك عشان تبقى معاه 45 يوم تقريبا بتتمرنوا مع بعض. حلو جدا. فطبعا احنا اتكلمنا معاه. لوحدك ولا معاك مدرب؟ معايا مدرب. ممتاز. معايا الكابتن ناصر عبد الرحمن. اتنين بس؟ لاعب ومدرب. تمام. الدعوه مبعوته على كده، مصر شالت تكلفه وهم شالوا تكلفه، لان كان الاول زي ما قلت لحضرتك كنا الاول بنروح الاقامه ومصروف الجيب والطيران. لا دلوقتي انت حضرتك هم اللي محتاجينك. فانت لا انت بتشترط عليهم، انا مش هاجي غير لما تشتغل الاقامه والطيران. او مثلا تشتغل الاقامه وانا اشتغل الطيران، فده بيوفر لدعم اكبر مثلا ان هم مصر طبعًا تدعمك بعد كده. تاخد وقت اطول كمان، تاخد وقت في الاعداد. في الاعداد اطول يعني. بدل ما تقعد شهر بتكلفه عاليه تقعد شهرين او ثلاثه بتكلفه اقل. بعد كده فكر كويس جدا. بعد كده عندنا بطوله افريقيا في مصر هنا المقيمه في مصر. طبعا هتبقى في شهر كام؟ في شهر 2 يناير 2. اه هترجع بقى من المانيا في الفتره دي تبقى في مصر.
هتتمرن بقى في مركز اولمبي زي ما انت شغال وكل بالظبط الوضع كما هو عليه كل حاجه مستقره الحمد لله. ما تقدرش تمد فترتك في المانيا شويه ولا الكلام ده بيبقى في معسكرات خارجيه ثانيه الاتحاد بيبعت دعوات حسب انا مثلا البرنامج التدريبي شغال في اوروبا في دول ايه بيبقى مثلا عندك على الكالندر على الاتحاد الدولي في زي تجمعات في ليتوانيا استونيا اسبانيا فانت ممكن الاتحاد في الفتره دي من شهر فبراير لشهر 12 نهايه معسكرك في المانيا ممكن يوديك احد هذه المعسكرات ممكن اكيد الاتحاد مش هيبخل علينا في حاجه الفتره الجايه دي تعليمات مع الوزير ومع الوزير داعم جامد يعني اي حاجه بطلبها منه دايركت على طول طيب يعني. خلينا نمشي معاك تسلسل الاحداث هنلعب بطوله افريقيا في مصر ان شاء الله في شهر 2 باذن الله عندنا دوره الالعاب الافريقيه لا الاول بطوله افريقيا دي انت خلاص تاهلت فبالنسبه لك انا لعبها العاديه في المؤهله بعدها دي اللي للابطال اللي ما حصلوش على بطاقه التاهيل تمام دي اللي هتبقى في فبراير ولا اللي بعديها دي حضرتك بعدها بسبع ايام سبع ايام يعني في بطولتين بطولتين افريقيا واحده عاديه وواحده المؤهله العاديه دي ايه فايدتها بتاخد ال10 نقاط بتوع التاهيل بتوع التصنيف العالمي تصنيفك بيعلى حلو طب والمؤهله بقى دي اللي هتتاهل منها دي اللي الابطال اللي ما حصلوش بس انت كده كده الحمد لله متاهل فدي تعتبر بالنسبه لك كتدريب مش هلعبها تدريب. مش هتلعبها اصلا اللي اتاهل ما بيلعبهاش برافو أيوه. تمام يعني انت هتلعب الاولى بس بيتاهل اتنين من القاره فانتوا بتبقوا ثلاثه من قاره افريقيا واحد عن طريق بطوله العالم واثنين عن بطوله القاره طيب. بطوله افريقيا مهمه عشان التصنيف بتاعك ما ينزلش عشان في الدروب بتاعك يبقى سهل في بطوله بعد كده دوره الالعاب الافريقيه طبعا حضرتك غينيا ولا غانا غينيا ان شاء الله ربنا يكرمنا فيها غانا بطوله الالعاب الافريقيه طيب هتلعبها عندك افريقيا ما انت شو هتكون شفت الابطال دول كلهم في افريقيا خلاص أيوه. فكون عارف بقى انت هتلعب مين انا بلعب معاهم هتشارك فيها خمس سنين هلا هشارك في اي بطوله ما فيش حاجه هتسيبها لا مش ربنا يحفظك من الاصابات يوه. طيب ال طبعا هيتخللها في النص ممكن تروح لك اسبوعين ثلاثه في معسكر في اوروبا لا في معسكرات انا لسه حضرتك المعسكرات دي بتبقى قبلها على طول في دوله اعلنت ان هي عامله معسكر للموازين الثقيله زي بلغاريا فبيبعتوا مثلا لمصر فانا بروح ممكن حضرتك ممكن اخلص المانيا الاقي معسكر جنبها مثلا في رومانيا حلو جدا اروح طالما انت ثالث عالم الناس كلها تطلبك تتمرن معاك وغير كده لما يبقى ان الاتحاد بيساعدك او الوزاره فانت ما بتبقاش قلقان من حاجه لان خاطر ان انت هتطلب تروح المعسكر ده فيلبوا لك طلباتك لان انت اتاهلت فالبرنامج بتاعك بيبتدي من بعد تاهلك على طول كان ده كلامي مع الوزير ووعدني بكده ممتاز طيب انت في 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 اتصال مباشر مع معالي الوزير صحيح؟ وكرمك بعد ما رجعت بتالت عالم مرتين لا بصربيا بعد ما رجعت بصربيا كرمك مرتين طيب هنخلص بطولة الألعاب الأفريقية شهر 5 ايوه هتبقى خلاص الأولمبيات على الأبواب صح؟ فاضل 3 شهور هيبقى 3 شهور عندك حاجة في 3 شهور معسكرات خارجية كلها ايوه هيبقى إعداد وشغل ربنا يبعد عنها الإصابات يا رب هو ده دعوتنا ليك يا رب يبعد عنك الإصابات ويحفظك طيب النهاردة وجود شركة زي روابط والشركات اللي بترعى اللعيبة ودي برضو إدت يعني فرصة إن أنت يبقى عندك رعاة اكتر يبقى عندك مش هنقول طبعا اسامي الرعاة او غيره ولكن كل ابطال مصر النهارده بيلاقوا منفس وبيلاقوا متنفس خلينا نقول متنفس للدعم سواء من الدوله او من الرعاة عشان تساعدهم شايف الموضوع ده انت النهارده 27 سنه اكيد مريت مع 10 سنين على الاقل في الوضع السابق والوضع الحالي شايف النهارده في دعم جوه الدوله المصريه طبعا ده تكريم معالي الوزير الاول ولا الثاني بقى بعد رجوعك ده الثاني كان فين في المركز الاولمبي مركز الاولمبي بالقاهره بس انت كنت مش عارف حاسك خاسس شويه كنت في الصوره دي ولا انا بيتهيأ لي عينيا خدعتني دلوقتي خاسس خاسس دلوقتي يبقى في انا شايف في حاجه خاسس فيها مش عارف بقى الصوره ولا دي. طبعا انت بتراقب ميزانك بكل دقه طبعا المدرب بيوزن قبل التمرين وبعد التمرين قبل وبعد لازم نعمل فيه اي حاجه المدرب ده مفيش ولو لقاك ينزل الصبح الساعه 6 يكدرك ما بتقاسه بصراحه بتقاسه طيب خليني اقول لك ان الدعم النهارده والتوفير الموارد شايفه احسن شايف الدنيا للعيب بقى عنده امل ان الدنيا بقت احسن وان انت عايز معسكرات بتلاقي عايز دعم بتلاقي شايف الدنيا بقت انت احسن انت راجل اتكلمت على روابط روابط هي شركه اداريه ناجحه جدا بتوفر للاعب كل ما هو محتاجه ما بين توقيتاته في مصر سفرياته كل حاجه اداريه هم بيعملوها شاطرين جدا في الحته دي بيدور لك على رايه بيوفره لك بيوفر لك كل طلباتك بالنسبه لدكتور طبي معد نفسي دكتور تغذيه حد بينسق معاك الاعلام زي ما حصل مع القناه ممتاز. انت بتبقى بس مركز في تمرينك وهم بيلبوا لك كل طلباتك حلو ده كده احسن زي الدعم كمان الوزاره المباشر انت النهارده عامل لينك مباشر مع الوزير يا سيدي انت عايز اكتر من كده ايه مع الوزير بيتابع كل لاعب بيتاهل وبيدعمه لانه طبعا زي ما قلت لحضرتك هو نجاح ليه ولمصر لمصر قبل اي حد ونجاح ليه
ونجاح للاتحاد ونجاح للمصارعه. اي حد جاب نتيجه في المصارعه تتحسب للمصارعه. عبد اللطيف، سمر، كيشو، هيثم، محمد مصطفى، محمد علي جبر، محمد ايهاب، عمرو رضا، كابتن ضياء، اي حد بيجيب نتيجه للمصارعه للمصارعه وفي الاخر لمصر. صحيح، احنا بنحب بعض جدا، بندعم بعض. المصارعه النهارده هي من اعظم الاتحادات على ممر التاريخ في النتائج العموميه. عندنا كابتن ابراهيم مصطفى بيكون بطولات باسمه، عندنا كابتن كرم جابر، عندنا كابتن محمد بوجي، محمد عبد الفتاح بوجي. بوجي رجع يلعب تاني صحيح مش كده؟ لا هو خلاص، هو كرم بيتمرن مع مين؟ انا شفت صوره كده في حد كمان من اللعيبه القدام برضه رجع يلعب رواد. هو كرم وحد تاني ولا؟ لا كابتن كرم موجود حاليا في المركز الاولمبي بس هو بيتمرن معانا. بس لسه فت، الله اكبر، يعني لسه ده يلعب عادي، يلعب يلعب شباب. اللهم صل على النبي. ربنا يزيده. فلا المصارعه زي ما انت قلت ليها باع طويل جدا جدا مع وكنا يعني كنا اكتر ناس حزينه صراحه لما المصارعه بعدت. كنا دايما بنلاقي ميداليه يعني علت يعني سقف طموحاتها. المصارعه لعبه احتكاكيه بتعتمد الاكبر على الاحتكاك والمعسكرات الخارجيه. كل ما المعسكرات زادت كل ما اللعيبه قربت الميداليه، قربت الميداليه، لان انت بتحتك بالبطل اللي بيجيب اول عالم او ثاني عالم، فانت بتلعب معاه في التمرين. التدريب ده انت بتعمل كل اخطائك فيه وتصلحها وبتشوف مميزاته وبتنمي مميزاتك وبتصلح في اخطائك، فبتكشف الدنيا بدري. فبتبقى انت عارف ميزانك صعب في ايه يا ابو لطيف؟ قوي جدا. ميزانك صعب، اولا صعب لان انت بتقابل تكتلات عضليه جامده جدا. والله اكبر، انت هتقولي صوره يا جماعه لعبد اللطيف وهو بيرفع ايده كده، يعني هتقولي الصوره. انا عايز اقول لك انه لا، مش بس ان انت لعبه صعبه، كمان انت ممكن لو انت ميزانك قليل تلعب مع واحد اعلى منك شويه، يعني مثلا لو انت مثلا سي 97 كيلو ممكن تلعب مع ال 100 شويه. صح، تلعب مع تستفاد، هتستفاد. صح، انما النهارده انت 130 هتلعب مع واحد 200 كيلو مثلا ولا 150، مفيش. بيبقى مثلا اهي الصوره اهي، الله اكبر، يعني بس انا عايز اوريكم التكتلات العضليه، الله اكبر. يعني لا يعني ما كناش كويسين قوي في البطوله دي للاسف. الايه؟ كان عندي كورونا ولعبت البطوله بعد ما ربنا شفاني بكورونا بثلاث ايام. انت كده انت خاسس شويه كمان كنت فيها. كنت في البطوله دي كنت تعبان جدا. دي من دي حضرتك كانت في تونس، البطوله المؤهله للاولمبياد، ما انساهاش ابدا. لابسين الماسك اهو بتاع كورونا وانت لعبتها وكنت تعبان وعندك كورونا وطلعت وتاهلت. ربنا شفاني قبلها بالتحليل، طلعت العينه سلبيه قبل البطوله دي بثلاث ايام. يا نهار ابيض. اتحجزت في المجر 18 يوم في المجر في بودابست لان كان عندي كورونا والمدرب بتاعي اياميها. قبل اولمبياد طوكيو كانت البطوله الافريقيه المؤهله للاولمبياد. حجزت 18 يوم ورحت، ورحت ازاي؟ كنت بتمرن في طرقه الاوتيل عشان اجيب ميزاني. الحمد لله كل ده متوثق على الفيسبوك والفيديوهات لسه موجوده. بتتمرن البطولات اللي كانت عليا في حياتي عشان تجيب ميزانك. عشان تحرق وتجيب ميزانك. دي حضرتك من كان طبعا كان في امن ان احنا ما نخرجش من الاوتيل لان ما رضيناش نتحجز في مستشفى، فحجزوا لنا دور كده في اوتيل فاستغلينا ان الطرقه فاضيه. كان معايا دكتور محمد ابراهيم. كان عنده كورونا برضه؟ كان للاسف كنت انا وهو خدنا العدوى 2019 2020. بس بيني وبينك يعني طبعا ربنا يشفيكوا ويعافيكوا وما يكتبهاش على حد، بس كانت مصلحه لانه انت هيبقى معاك مدربك. والله كانت اياميها كانت صعب. القلق صعب جدا انك تتمرن في الطرقه الامكانيات، وغير كده لعبه المصارعه احتكاك، انت هتجري في الطرقه تجري قد ايه؟ فخدنا بالاسباب والحمد لله ربنا وفقنا وتاهلنا للاولمبياد طوكيو باول برضه. طيب شايف لعبه المصارعه لو حد بيتفرج علينا وعايز يلعبها، ايه اهم حاجه لازم تكون في اللعيب عشان يفكر يلعب مصارعه؟ ايه الميزه الاساسيه بعد عمرك ده شايف انه مهمه في لعيب المصارعه؟ اي لاعب رياضي لازم يكون مجتهد وطموح وياخد بالاسباب، ومش مهم يكون موهوب. لو موهوب زي كابتن كرم ده هتفرق جدا 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 في اقل مجهود هيوصل. طب انا لو يعني مش مجتهد او ما عنديش طموح وموهوب، الموهبه في الحاله دي بيبقى ملهاش قيمه. تعرف ان في مثل كده او مقوله باللغه الانجليزيه بيقول لك هارد ورك ديفيت تالنت، يعني اللي بيشتغل شغل تقيل بيكسب الموهوب. طبعا. فانت واخد الطريق. والدي اللي علمني كده. علمك كده. ان والدي دايما كانش يبقى عندنا شغل في الورشه ويقوم يفتح الورشه كل يوم الساعه 7. ورشه ايه قول لي؟ خراطه. خراطه. او عمي فريد عنده ورشه سلستين. وعمامي كلهم واخوالي عندي بس هل المهنه دي اديتك صلابه واديتك قوة؟ انا ابويا ربنا يديله الصحه ومقاس رجليه 53. الله اكبر الله اكبر. ربنا احنا خدنا الانبساط العضلي والقيمه الطول والكلام ده من والدي، ربنا يا رب يديله الصحه. الصحه يا رب وطول العمر. ما تجيبوا لنا صوره الباسكت كده يا جماعه نشوف ايه. انت كنت برضو كنت ايه يعني ما شاء الله انت طويل كمان، انت طولك قد ايه؟ 193 94. طب ما احنا مستر اجوستي بوش عندنا في الاهلي بيدور على لعيب دلوقتي سنتر محترف. ايه خلص الاولمبياد ونيجي. يلا عقد اهو دلوقتي. طبعا دي بعشق الباسكت. بتعشق الباسكت انت؟ عصبي جدا فيها، بعشقها. دي كانت فين؟ في قاعده محمد نجيب.
وانت كنت لعبت شويه باسكت قبل تمرينك ولا كان ايه؟ بناخد ترفيه. بناخد حضرتك ترفيه. بتلعب باسكت؟ انا بحبها جدا، لعبه ممتعه. مين كنت بتحبه في الباسكت؟ مين اللي علم عندك او اللي بتشوفه دلوقتي معلم معاه؟ بصراحه عشان يعني ما اقولش حاجه ما حصلتش، مش متابع. بس انا بحب الباسكت اللعبه كلعبه في التدريب الترفيهي. لان ده طبعا مش كله، لا بيبقى فيه مثلا يوم باسكت بس ما بلعبش كره قدم عشان الاصابات بتاعتها. طيب بتتابع كوره؟ بتابع كوره. طب قول لي كده عن متابعتك للكوره، كلمني شويه في الكوره، عايز اسمع يعني رايك في الدوري وافريقيا وبطوله العالم، كلمني شويه في الكوره كده، عايز اعرف يعني فكره في الكوره ايه. اي ماتشات لمصر بنتفرج عليها بننبسط جدا، اي انتصار لمصر فهو انتصار للدوله، وبالاخص لما الشعب بيفرح فاحنا بننبسط جدا. بالنسبه للنادي الاهلي فهو مسيطر على الدوري بصفه مستمره، دي المعلومات عن الكوره يعني. بطل افريقيا في القاره هو، بالتالي من اكبر الانجازات في العالم كله، من اكبر النوادي المحققه انجازات في العالم كله هو نادي الاهلي، موجود من ضمن القائمه. يعني طبعا بيخرج لعيبه، ودايما النادي الاهلي اهم حاجه عنده الاخلاق، ومتابع دايما الخصومات اللي بيعملها لو في حد خرج عن النص وكده. خصومات بس يعني برضه يعني بيكافئ طبعا. طبعا ما ده نادي الرباط. يعني هو نادي قيم واخلاق، فاحنا بنبقى، وغير كده هو اكبر قاعده جماهيريه طبعا. كل الاحترام والتقدير لانديه مصر. عشان كنت بتحضر الماتشات وانت صغير في الكرنس وبتشوف الماتشات، يعني كلمني عن جو ماتشات الاهلي في الكرنس. لا الكرنس جماهيريه كبيره بالنسبه للرياضه متواجد فيها، الكرنس فيها ثقافه كبيره بالنسبه للكوره والمصارعه والكاراتيه والجمباز. دلوقتي الكرنس حضرتك لو جيت تبص للجيمات او الثقافه الرياضيه في الكنس كبيره جدا. ده يسعدني جدا على فكره. لا دوله يعني، هي مدينه. لا انا هرتب زياره في يوم للكنس. اتشرف. ونروح يعني نتعرف. عندنا الباشمهندس الخضر ابراهيم رئيس نادي الكنس الرياضه الرياضي. مين؟ باشمهندس الخضر ابراهيم. خضر ابراهيم. رئيس مجلس اداره. حضرتك احنا عندنا تطور كبير في الالعاب الفرديه. ما شاء الله. عندنا في المصارعه حضرتك 4 مواعيد تدريبيه في المصارعه. كابتن حسن عبد العال بيجي بيتهيألي من الساعه 4 العصر. بيروح الساعه 11 بالليل. يا خبر ابيض، ده يعني انتوا يعني الموضوع متاخد احتراف في الكيرنس. انا عندنا اصلا يعني احنا عندنا المصارعه متفوقين فيها من زمن كبير جدا، فانا لعبتها لان عمي كان متفوق فيها وعمي ممكن في الكيرنس. طيب في حد من اللعيبه في الكيرنس شايف ممكن يبقى لنفس خطاك؟ حد صغير عنده 10 سنين دلوقتي 12 سنه. ابطال كتيره جدا في الكيرنس. كتيره جدا. دايما بنتمرن في وسطهم في الاجازات عشان اثبت له ان انا موجود. فرصتك سهل جدا يوم الأيام. ودايما في التمرين كابتن ما يقول لي، خليني اقول له، اقول كلمه في التدريب اقول لهم انا طالع من الصاله دي، ولا ما زال الصاله دي فضلها كبير عليا بعد ربنا. انت عارف الجميل عندك ايه؟ ان والدك امن بيك وامن بامكانياتك، وعمك كمان كان بيمارس اللعبه دي قبل منك، فانت حسيت بدعم. سيبك من الدعم المادي طبعا، ربنا يعني يخلي لك الوالد وهو الاساس وهو كل شيء، ولكن النهارده الدعم المعنوي وانه مصدقك وانه عارف انت في يوم من الايام هتبقى بطل. كلمني بعد ما خدت تالت عالم. انا يهمني تالت عالم دي ليه؟ لان دي اعلى حاجه يعني، انت على المستوى الكبير. كلمت باباك قلت له ايه؟ ايه اللي حصل؟ احكي لي على العلاقه الابويه اللي بينك وبين باباك. انا ما كلمتوش بعد الميداليه، انا كلمته قبل ما العب على الميداليه الصبح. قلت له ايه؟ اتكلمت معاه وقلت له طبعا، هو قال لي انا ان شاء الله انت هترجع بالبرونز، عايزك تشد حيلك تلعب 6 دقائق رجوليه، النتيجة بتاعت ربنا، مش عايزين نأثر عشان لا قدر الله لو حصل حاجة يبقى احنا خدنا بالأسباب كلها ومفيش توفيق من عند ربنا، دي حكمته. مش هنتكلم في حاجة، مش هكلمك في رزق، أنا هكلم معايا 6 دقايق راجل بيلعب على البساط. وبعد كده جاب ابني ووراهولي واتكلمت معاه، كانت الصباحة جميلة جدا. عندي عبد اللطيف، عندي محمد وعندي عبد اللطيف ابن أخويا. عندنا طفلين في البيت. في البيت. ابن أخوك؟ عبد اللطيف. خمس سنين. ومحمد ابنك؟ محمد ابني سنتين. كم سنة؟ سنتين. انت لسه صغنون خالص. كلمت معاه وانت هناك في صربيا. يعني بيشجعك و... لا يعني شفته وقال لي انا عايزك تشد حيلك، وتشرفنا ودعمني بعد البطولة طبعا. بقى انت عارف حضرتك الاحتفالات والاعلاميين وكده، فهو بيديني الوقت الكافي ان انا اقدر اشوف شغلي. هو بس يكلمني قبل الماتش يديني دفعه، وبعد كده ما افضى خالص. افضى خالص بقى الكلام. هو يكلمني باستريحيه بقى. طب تابع الماتش و بيتفرج عليه؟ بيتفرج. والدي بيتفرج على الاتحاد الدولي مباشر على كل بطولة. الحمد لله. ربنا يخليه لك يا رب. هتلاقيه كان اسعد واحد بالميداليه بتاعتك دي. هو هيبقى اسعد واحد بالميداليه الاولمبيه، مش بالميداليه بتاعت بطوله العالم. انت هتجنني. يعني انا بجد لو يعني الاولمبياد دي مش حلمي، ده حلم والدي. طبعا طبعا. فانت لما بتلعب لحد انت حياتك كلها هو
كان مسخر ليك بحياته كلها، فانت يبقى عندك دافع بس مش انك تجيب الاولمبيات، انك انت مش عشانك بس، ده في ناس تانية محتاجاها. طب عبد اللطيف، كل رياضي مر في حياته بلحظه صعبه. انا كنت رياضي ولعبت على مستوى منتخب مصر يمكن 15 سنه، وفي لحظات لو سالت السؤال ده لنفسي هتنور في 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 في, في الميموري عندي على طول. ايه اللحظه الصعبه اللي جت في حياتك وعمرك ما تنساها؟ الاصابات، ولما تحس ان انت مكانك مش هو، مش بنفس التقل بتاعك او المعامله. حسيت بالشعور ده امتى؟ اتصبت هل مثلا امتى اتصبت او اتعرضت ليه بعد الشر عليك يا رب؟ اتصبت اصابتين كتير علموا في حياتي، في ركبتي الاثنين، كان ارتخاء رباط صليبي. وغضروف. عملتها عند دكتور احمد عبد العزيز. ده كان امتى؟ سنه كام تفتكر؟ كانت قبل اولمبياد ريو 2015. كنت لسه في بدايتي. انت اتعذبت جامد. وبعد كده عملت علاج طبيعي الحمد لله ربنا كرمني ووقفت على رجلي كويس. كان دايما اللي بيمسك لي العلاج الطبيعي والتاهيل في تكنس برضو دكتور سعيد مخيمر، معايا من زمان. لا وكفاءات كبيره. لا معايا هو من زمان، فاهمان بقى. فجهزك وعدك يعني. انت يوم ما اتصبت رجعت تكنس تاني؟ انا هروح خلصت بطوله افريقيا برضو، من ضمن الاصابات الجديده اللي اتكررت عندي حوار مشكله ظهري ده، برضك الحمد لله عالجناه ولعبنا بطوله العالم واحنا عندنا مشكله في ظهري. كان مزق ولا كان ايه؟ لا كان حضرتك الغضروف حصل له في فقره من الفقرات اتحركت ضغطت على العصب بتاع رجل الشمال. لعبه عنيفه. فطبعا احنا مفيش وقت، بذلنا مجهود جامد مع دكتور سعيد الحمد لله ربنا كرمنا، بنعمل التاهيل بتاعنا واحده واحده قبل التمرين وبعد التاهيل، فالحمد لله الدنيا مستقره معانا يعني. الحمد لله ربنا يحفظك من الاصابات يا ابني ان شاء الله، وتوصل لباريس في احسن حالاتك النفسيه والبدنيه وكل شيء ان شاء الله باذن الله. طيب انت ليك اخوات بيلعبوا بسرعه؟ كان ليا محمد بس هو اكبر ولا اصغر؟ اصغر. يعني كمل مسرعه ولا لا بطل؟ لا مكملش. في الدراسه في الشغل مع والدي. العيله فيها انت وعمك بس؟ وعمي فريد. طيب اكيد عندك امنيه يعني، طبعا ميداليه اولمبيه دي امنيتك الكبيره. تمام. طبعا ايه تاني في امنياتك عايز تحققها؟ في امنياتي حقيقة ان انا اشوف ابني وابن اخويا قدامي بيكبروا في امان وفي سلام. ربنا يبارك في والدي يفضل معانا بكل خير وصحه، ربنا يديله الصحه يا رب. يعني بنتمنى ربنا يدوم علينا نعمه الصحه والكرم ونفضل في بلدنا يعني ومقيمين فيها بامان. طبعا ودي اهم حاجه مستقرة ان شاء الله. والامان دي اهم شيء، ما فيش امن وامان ما فيش بلد. وزي ما حضرتك عارف انه الحمد لله ربنا يديم علينا النعمه دي زي ما انت بتقول. فعلا دي يا ابني انت صدقت، نعمه كبيره الامن والامان. طبعا احنا بنمر بظروف صعبه نفسيه بالنسبه لاخواتنا في فلسطين. فانت قد ايه بتبقى مبسوط جدا انك عندك وطن غالي وامن. فدي عايز اقول لك الحاجه يعني يمكن انت مثلا عشان توصل اللي انت فيه ده، في ناس قبل منك تعبوا وعرقوا، سواء في عيلتك سواء لعيبه مصارعه حققوا حلم فانت شفتهم فاخدتهم قدوه. يعني انت لما كان كرم جابر كان بيلعب كنت انت طفل صغير فشفته فصدقت ان مصر ممكن تعمل، امنت ان احنا نقدر نعمل. فالامن والامان اللي احنا فيه دلوقتي ده نتيجه تضحيات طبعا. يعني تضحيات للرجال فعلا يعني بذلوا كل حاجه، بذلوا حياتهم وبذلوا جهد وبذلوا عشان يوصل لنا الامن والامان النهارده اللي احنا فيه. فما فيش حاجه بتتحقق بالسهل ابدا، ولا انجاز بتعمله او ولا جين بتاخده الا ما بيكون بكل صعوبه، وفي ناس قبل منك بتبقى دفعت الثمن ده كتير. عشان في نجاح في تضحيات. صح. مفيش نجاح من غير تضحيات يعني، اكيد عشان تيجي تبص لاي حد ناجح هتلاقيه ضحى بحاجات كتير. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، انا يومي بتبتدي بعد صلاه الفجر على طول 5:30 6 تصحى. بينتهي عند 9:30 مساء. طب قول لي كده يومك يعني في مركز الاولمبي، انت قاعد النهارده في مركز الاولمبي. في المركز الاولمبي طبعا من هناك. ايه يومك بتبتدي ازاي؟ اليوم بيبتدي مساء، التليفون بيتاخد مني 9:30 بالظبط. بنام. بتسلم للمدرب. طبعا. بيتقفل وبتسلم للمدرب. بعد كده بنقوم نصلي، في حد في الفريق كبير بيعدي على كل اللعيبه بنصليها، بنصلي الفجر يا جماعه. بعد كده بنصحى بنفطر، بناخد فيتاميناتنا، بنجهز للتمرين بدري قبل التمرين بساعه عشان خاطر انت ما تبقاش همدان وخدلان على نزولك للتمرين. ما تصحاش تبقى شارب القهوه بتاعتك فايق، فطرت واخد فيتاميناتك جاهز للتمرين. بتحضر كام بيبقى تمرين؟ حسب التراك مثلا، لو في تراك والكابتن مثلا حابب ان هو زي دلوقتي احنا داخلين على البطوله، فانت بتصحى الساعه 6 فانت لازم بتعمل بروفه على البطوله بالظبط. فانت بتصحى 6 بتفطر وبتجهز وبتنزل تدريبك، بتعمل بروفه للتدريب عشان الجسم
يبقى فايق وياخد على الكلام ده لما يجي في البطوله. ما يبقاش الاصابات دي اهم حاجه. فاحنا بنصحى بناخد تدريبتنا اول تدريبه اللي هي مثلا الساعه 7 او 7 ونص، بعد كده لو في بصاد بيبقى في وقت مواعيد الماتشات الساعه 10 صباحا عشان جسمك يبقى السايبولوجيه مظبوطه وجاهز لان هو في اي وقت ان هو يبذل اقصى مجهود عنده. بتقعد من 7 لغايه مثلا 8 ونص 9 عملت مره في تراك صح؟ ده تراك، بيبقى حسب البرنامج بتاع التراك. هل بقى في حواجز؟ لا، هي تمرين التراك بيبقى بدري صباحا الساعه 7. بصاد دي ثابته. بصاد بيبقى الساعه 10 ده ثابت في مواعيد الماتشات. في اثقال بقى بتفترق، ممكن اثقال الساعه 8 او الساعه 10 دي حسب البرنامج. تمام. طيب احنا يعني احترنا نديك يعني نحتفل بيك ازاي، او نديك سيفونير صغير او تذكار صغير من قناه النادي الاهلي. ما كناش عارفين نفكر، لقينا انه احسن حاجه ممكن اقدمها لك خاصه انت راجل اهلاوي ان تيشيرت النادي الاهلي. فالحقيقه طبعا لا ده طبعا ده حقك. وخلي بالك انا عايز اقول لك ان احنا وصف البرنامج يعني فكرنا ايه اللي ممكن يسعدك. فالنهارده لما شفنا الحوار ده وانت بتتكلم، احنا الحقيقه طبعا ده تيشيرت النادي الاهلي يعني حاجه تذكار من برنامج الابطال لبطل عالمي، بطل يعني حط اسم مصر قدامه لسه، وامال وطموحاته وامال كل المصريين وشعب مصر ان تتحقق ميداليه ان شاء الله في اولمبياد باريس 2024. ما لقيناش حاجه تفكرك بدافع النجاح قد تيشيرت النادي الاهلي، خاصه كمان انت اهلاوي وبتحب النادي الاهلي. فنتمنى ان شاء الله ان ده يبقى تذكار يعجبك يعني، ودايما تفتكرنا تفتكر النادي الاهلي بالخير دايما ان شاء الله. شكرا وشرف ليا ان انا اخد تذكار جميل زي ده ودافع جميل ليا. طيب يعني عايزك تقول كلمه كده، يعني احنا النهارده يعني في قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي بيتفرج علينا، عايزك تقول كلمه كده لجمهور النادي الاهلي، عايزك تقول كلمه عن النادي الاهلي بنختم بيها حلقتنا. طبعا هو النادي الاهلي كيان كبير وقدوه ككيان لكل رياضي، فهو من انجح انجح المنظمات في مصر كرياضيه، فهو له قاعده شعبيه كبيره. طب ايه اللي بيميز النادي الاهلي من وجهه نظرك كواحد محب النادي الاهلي؟ ايه اكتر حاجه بتميزه؟ القيم. القيم وفي مبادئ في النادي الاهلي، زي مثلا اللي تخلى عني مش هيرجع تاني. صح. النادي دايما واخد مسار كويس، وطبعا الشعبيه بتاعته طبعا كبيره جدا هي اللي بتدعمه. كل الاحترام والتقدير التاني لانديه مصر وجماهيريتها، لان كلنا اخوات. بنتكلم عن النادي بتاعنا اللي بنحبه النادي الاهلي. طب النهارده كابتن محمود الخطيب اسطوره كبيره جدا، وخلقيا واداريا وحاجه رمز كبير جدا جدا جدا. اتفرجت عليه وهو لعيب؟ ولا ما حضرتوش؟ لا انا سنه صغير. اتفرجت شرايط ليه ماتشات ليه؟ الذكريات طبعا بتاعت في التلفزيون، فاحنا وغير كده هو غني عن التعريف ونتائجه ورئيس اكبر نادي في مصر او في افريقيا، فلازم نكون متابعينه، بالاخص ان هو رياضي وانا رياضي، فانا لازم ان انا اشوف واتعلم منه في اخلاقه في كلامه في تصرفاته في حكمته في المحن دي اكتر. يعني لازم عشان خاطر ان انت تقدر تكمل وتتسعوا وتحقق نتائج لازم تشوف العظماء اللي هم موجودين عدوا بمحن عدوا منها ازاي. صح. ان شاء الله قدر الله لما يحصل لك حاجه تقدر تتعلم من الناس دي وتتعدي زيها. عبد اللطيف انت حاجه كويسه جدا بصراحه، انت يعني مش 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 قادر اقول ان انت يعني ما شاء الله عليك، ربنا يحفظك. حاجه جميله جدا جدا، لعيب بطل، واجهه فعلا لمصر. يعني انت فكرتني بايام زمان واحنا رحنا نلعب باسم مصر كمنتخبات، انا كان كل قعدتي في الالعاب الافريقيه والالعاب العربيه مع الالعاب الفرديه، سواء العاب قوه مصارعه، كان كل جيلي كنت بقعد معهم، لان الحقيقه بشوف واجهه لمصر فعلا. انا بشكرك، نورتيني وشرفتني طبعا. عبد اللطيف منيع نجم المصارعه وثالث العالم والمتاهل للاولمبياد، بشكرك نورتيني وشرفتني، وكنت سعيد جدا بالحوار معك. انا اسعد والله، وان شاء الله تحقق لنا ميداليه ونحتفل بيها هنا ان شاء الله. ان شاء الله اولمبيه في قناه النادي الاهلي باذن الله. اعزائي المشاهدين، طبعا ده كان لقائنا مع نجم كبير، وان شاء الله يحقق لنا ميداليه في باريس 2024، وكل الدعم لكل ابطالنا. بشكر طبعا عبد اللطيف، وبشكر حضراتكم على حسن المتابعه، وانتظرونا في حلقه جديده مع الابطال.